بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. وفي ليله ميلاد الاحلام الجديده، دائما وابدا الاهلي من الازمه ينطلق الى احلام جديده وتحديات جديده. ابراهيم، اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وهذه الحلقه الخاصة من ملك وكتابة لقاء الخميس في حلقة تأتي ضمن فترة تشهد ربما من الأمور الفارقة. فريق كرة القدم في النادي الأهلي بطل الدوري المحتفى به والمحتفل بالبطولة. قبل ما يحتفل بالبطولة شاءت الظروف والأقدار أن يودع كأس مصر، لكن وهو بيودع كأس مصر دخل على تحدي جديد وكبير في دوري أبطال أفريقيا، الأمر اللي خلى المسائل كلها متداخلة مع بعضيها. عشان كده أعتقد وفقا للسطح الإعلامي وما عليه في الفترة الأخيرة تستحق هذه الحلقة أن يكون عنوانها كده دخلنا في الأفورة. دخلنا في الأفورة بالمعنى السوشيال يا باشمهندس، لفظ الناس كلها هتبقى فاهماه وعارفاه ولمساه. وهي بتضطرنا هذه الحلقة أن ندخل في مقارنات ومفارقات ومقاربات تصل بنا إلى حقيقة مؤلمة كانت واضحة ولكن الأحداث أكدت عليها. الكثير من الأمور يتم تداولها وكلها يصل بنا الأمر إلى الحد الأقصى، ولا نسأل أنفسنا أين صالح النادي الأهلي في هذا الأمر. عندنا مسألة التحكيم هنتحدث فيها بالتفصيل. عندنا أيضا كلام ظاهره الرحمة وبطنه العذاب في معالي المستشار وموقف معالي المستشار وعلاقته بالنادي الأهلي تركي الشيخ، واللي هنتكلم فيها برضو مرورا سريعا لأن هنأجلها، لأن قادم الأيام سيظهر كثير من الأمور التي بإذن الله ستصب في صالح الجميع. علينا فقط أن احنا ما ننسخش للأفورة، ما ننسخش للأفورة. كذلك بعض الأمور والقرارات التي تتسخ مع قيم ومبادئ النادي الأهلي التي يتم استخدامها ضد النادي الأهلي، هذا أمر يعني يصلح معه عنوان، مش عارف، مش عايز أقوله دلوقتي عشان ما بقاش انا برضه بروح للافواره يعني. وحسيبك تستعرض معانا مضمون الحلقه ونناقش السياق. الحلقه الحقيقه فيها اكتر من جانب مهم. فيها جانب يتعلق بليله القمه العربيه بكره الاهلي والترجي، مواجهه ما حدش يصدق ان دي ضربه البدايه في دوري المجموعات. الاهلي والترجي في السنوات الاخيره ربما كانوا هو النهائي، الطرفان الدائمان على النهائي. كتير من المرات الاهلي يصعد للنهائي لا يفطريه النجم الساحلي الترجي في معظم الفترات. فهذه المواجهه العربيه المصريه التونسيه الاهلاويه الترجويه دي متكرره جدا في السنوات الاخيره. شاءت القرعه ان تحطهم الاثنين في مجموعه واحده وتحط كمان الجدول يحطهم في ضربه البدايه العربي الافريقي. فمن هنا بقت هذه المباراه شديدة التأثير على خط سير هذه المجموعة. إذا أنت داخل تتحدث عن الحلم الأفريقي الذي بالضبط نتحدث ليلة تولد الأحلام. لكن دعني الأول إن احنا نقول للكابتن محمود الخطيب الحمد لله على السلامة، ونذكر بالجلسة اللي هنجيلها أنا وحضرتك التي جمعتنا به ناقشنا فيه ومعه كثير من الأمور، وكانت بناء على دعوة منه واستوضع فيها الكثير من الأمور. وهذه هي يعني جاء وجود الكابتن الخطيب في مران الفريق في برج العرب. طبعا يعني امبارح في الجزيرة والنهاردة في برج العرب. يعني مش عارف ليه دائما ألقى التلقين في ودني وأنا بتكلم. من فضلكم احنا شايفين الصورة، يعني هو هيكون فين الكابتن الخطيب في أبو ظبي؟ ما احنا بنروح الحمد لله على السلامه يا جماعه، لكن كده ما ينفعش. اسفين لا كده اسفين والله اسفين، لكن انا مش عارف اكمل جمله.
فالحقيقة بدأها الكابتن الخطيب في سلسلة، يعني وجاء أول أمس في وقت مبكر من الصباح، حضر المران، اجتمع مع الفريق، رجع عمل لجنة كورة، اجتمع مع لجنة الكورة، ثم مع اللجنة الإعلامية، ثم تاني مرة راح للكورة، وهكذا كان يوما مشحونا مكوكيا للكابتن محمود الخطيب. وحنقول بعض كواليسه المسموح بالنشر، واستعرضنا في هذه الجلسة الكثير من القضايا اللي نحب نقول للناس أن تلقى العناية الفائقة في هذا الوقت، ونرجو من جمهورنا الحبيب أنه يتضامن معنا في هذه اللحظة ويحط إيده في إيد النادي الأهلي عشان نجتاز موقف ما كان في الحسبان. الحقيقة في حضور الكابتن الخطيب ثلاث أربع نقاط المفروض يكونوا بارزين وواضحين للناس. الكابتن الخطيب رجع بالسلامة لكن لم يشفى بعد، ربنا سبحانه وتعالى يتم له شفاؤه، لكنه أنه يقطع رحلة العلاج ويتحامل على آلامه في هذه المرحلة وبعد هذه الجراحة الصعبة جدا والحساسة، ده استشعار للخطر على مسيرة الفريق والنادي. عشان كده يمكن الجملة المهمة جدا اللي قالها للعيبة واللي خرجت للإعلام كلها عبر الموقع الرسمي، أرجوكوا كل واحد يقوم بدوره تجاه النادي الأهلي، وكل واحد يتحمل مسؤوليته تجاه النادي الأهلي. دي النقطة المهمة جدا. فإذا كان الراجل في هذه المرحلة العلاجية وفي هذه الظروف الصحية يتحامل ويتقاوى قدر الإمكان عشان يجي عشان يقول للعيبة الكلمتين دول، فأنا أعتقد دي رسالة للعيبة، للجهاز، للجمهور، للجمهور أكثر من حد، لكل الناس، للإعلام، للجمهور، لكل من يحب الأهلي. حب الأهلي الآن ليس بالتنظير والكلام وإن إحنا نقعد نتصايد لبعض وكل واحد محتكر الحقيقة وحده، محتكر الصح وحده، خصوصا لما يبقى فيه تباين وجهات نظر كتيرة بتتعارض مع بعضها، لو أخذت بجزء منها فأنت بتتعرض لنقد الجزء الآخر. كل ما نستطيع أن نقدمه للأهلي الآن إنكار الذات، إنكار نفسنا، وأن احنا أيضا نتحدث كما نطلب من الآخرين، نتصرف كما نطلب من الآخرين. بالضبط. يعني موضوع الشيخ معالي تركي آل الشيخ مثلا اللي هنمسه مس سريعا، اتفضل، هي علاقة، وأنا بقول هذا القطع، مبنية على الحب والاحترام والتقدير المتبادل المتبادل، ولمس في 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 نيه احد ان هو يتجاوز مع الاخر في اي موقف، خاصه من جانب تركي آل الشيخ اللي كان له تويته، ولما حصل نوع من النقد ليها، واحنا مش هنقول لشبابنا تقولوا ايه وما تقولوش ايه، وان كنا نطلب منهم ما ينسقوش في ما يريده المنافس، أن يحصل على كل المغنم ويجي يقول لك ده الكفيل بتاعك وهو يجري وراه ويأخذ منه ما يريد ويبدو هو المقدر لهذه العلاقة. هذا فخ منصوب قد نقع فيه، مش في حاجة احنا نحن النادي الأهلي كل حاجة، لكن لما يكون في شخص بهذا القدر من الحب للنادي الأهلي يجب ان احنا نشوف هذا الأمر في إطاره الصحيح. أيضا احنا بنقول او النقد، معظم النقد على السوشيال ميديا، يعني في امور يجب ان تبحث القمم تبحثها في دوائر مغلقة مش على الفيسبوك. نفس الكلام، انت اللي بتقول هذا الكلام وغيره، وتنتقد فريقك وتنتقد جهازه الفني وتنتقد النادي وتنتقد تصرفاته، هتقول لي ده حقي، حقك، بس ما تطلبش من غيرك بقى انه يتكلم في دوائر مغلقة. انت بتقول انا درع النادي الاهلي وانت درع النادي الاهلي، جمهور الاهلي ودرع النادي الاهلي الحقيقي، بس درعه ايه؟ في اطار الدعم وعدم اعطاء الفرصه للاخرين ان يطعنوه بالسلاح اللي انا بديه لهم. اذا كنا عايزين كلنا بقى نقف بتقاليد الاهلي، يبقى كلنا مش كل ما يجب ان يقال او كل ما نريد ان نقوله نقوله، يبقى في ضوابط المسؤوليه تجاه النادي الاهلي كلنا، ولا نستثني أنفسنا من هذا الأمر. هذا ليس حجر على أحد ولا رأي أحد، ولكن بمعايير أنتم بتطلبوها من الآخرين
والآخرين دول قمم. تركي الشيخ له ثلاث صفات: رئيس الاتحاد العربي، وزير مهم ومسؤول عن الرياضة ونافذ، ثم محب ومقدر ومحب بدرجة متعصب للنادي الأهلي. مين اللي له مصلحة في تسميم هذه العلاقة؟ انتوا أذكى مننا، أنا أقول لكم أذكى أن أقول لكم ان هم في غمار النقد، والكفيل ومش الكفيل بياخدوا اللي هم عايزينه، ها، من الجانب الخاص بالاتحاد العربي ورعايته للاتحاد العربي، ان احنا ما عندناش ومحتاجين دعم عشان نقدر نشارك في بطوله. يسعى رئيس الاتحاد العربي انه الاتحاد الدولي يعترف بيها، وعايزه تبقى في اقوى حالتها. فاحنا مش عايزين ندي لحد فرصه يسمم علاقه هي علاقه محترمه جدا جدا جدا. أرجو إن إحنا ما حدش يحطنا في الفخ الذي يريده هو، ولكن نضع الجميع حيثما نريد نحن ومصالح الأهلي، ونطلع كلنا كسبانين. العلاقات الطيبة، الدعم الجيد، الحفاظ على الأهلي وعلى معاييره وعلى وهذا يحدث، ولكن ليس كل ما يعني يعرف يقال. خذوا الأمور بخواتمها بإذن الله، وبإذن الله تشوفوا شيء اتفق مع هذا التوجه. كلمتين حبيت اقولهم، ها، عشان يعني. وانا بطلب من غيري اراقب تصرفي، هل انا بطبق المعايير دي على نفسي ولا لا؟ الكابتن الخطيب في هذا اليوم المضغوط امبارح، واللي امتد الحقيقه رغم كل هذه الظروف اللي انا قلت لحضراتكم عليها، انه سافر مع الفريق عشان يقيم معاه في معسكره في الاسكندريه استعدادا لمباراه الترجي. في كلام الكابتن الخطيب مع اللعيبه والجهاز الفني، زي ما قلت لكم، طالب بان كل واحد يقوم بدوره تجاه النادي الاهلي. دي لحظه لا ينفع فيها الا التحدي. حتى لما كلم اللعيبه كلمهم على روح الفانيلا الحمراء، وازاي يقدروا فعلا يتجاوزوا هذه الظروف. وقال انه اي كلام يتحدث عن سلبيات دي امور مؤجله جدا. فكرة الجهاز الفني وفكرة الكابتن حسام البدري وفكرة اللاعبين، كل ده من ثوابت النادي الأهلي لا يناقش إلا بعد انتهاء الموسم. مفيش حد في النادي الأهلي بيقيم تجربة وبيقيم عمل لجهاز والفريق وعنده ارتباطات بكرة، ده لا يحدث أبدا في النادي الأهلي. وقت ما تنتهي الأمور في كل وقت بتدرس وتتقيم من خلال رؤية خبيرة، من خلال رؤية مختصة، من خلال رؤية أمينة على مصلحة النادي ومستقبله، بتتقيم الأمور في وقتها بهذا الإطار. لكن الآن كل الدعم، كل المساندة، كل الثقة في اللعيبة والجهاز الفني، لهم كل المساندة علشان الفريق يقدر بإذن الله تعالى يسعد جماهيره ويحقق طموحاته. أيضا الكلام على وحدة الفريق مع الجمهور، وده الدور المهم جدا. وما أعتقدش نجم جماهير كبير بحجم محمود الخطيب اتصنعت شعبيته وقيمته من حب الجماهير ليه. لا يتغافل ابدا عن دور الجمهور في هذه المرحله. بس كمان الجمهور لازم الامور تبقى واضحه عنده في المنحى الايجابي، خاصه في ظروف السوشيال ميديا وظروف الوسائط الاعلاميه الكتيره جدا اللي خلت الوضع دلوقتي يختلف عن زمان في حته صياغه هذا الوعي. عارف يا استاذ ابراهيم، بيسرح بيا الخيال. هو لو كابتن صالح موجود الايام دي، كان هيبقى هو بالنسبه للناس الاسطوره اللي لدينا يتحدثون عنها، ولا كانوا هيوصلوا لايه؟ لو تيتش كان موجود، كان هيبقى هو ابو المبادئ، ولا كان بالنسبه لهم في كل موقف هيتعرض برضه في عصر التجرؤ؟ لا مش تجرؤ، وان كل واحد عايز يقول رايه، وان انا اللي صح، وانا الجمهور، وانا اللي بقول لك ده كذا وكذا وكذا. هل كان هيبقى عنده القوة والحرية انه يرسخ لهذه القيم بالقوة اللي كان بيحرك بيها الامور؟ ده احنا علي لطفي، اسمه عمر لطفي، عمر لطفي لو كان موجود دلوقتي وعايز ينشئ النادي الاهلي، كان هيقدر ينشئ النادي الاهلي ولا كان يحصل له ايه؟ كان هيحصل ناس بتأيد وناس بتعارض وناس سياسيين بتشوه وناس منافسين مش عايزة وناس مناخ تاني خالص. الضغوط دي كلها انا بسرح كده بقول هي بتعمل ايه في القرار وصاحب القرار؟ لا اكتر من كده. هو احنا قيمنا وتقاليدنا مبنيه على يا استاذ ابراهيم على ان المجتمع بقى كله، مش النادي الاهلي اللي ملوش ضوابط وملوش معايير وملوش كبير وملوش صغير، طب ده يعمل ايه؟
يروح لمين؟ يعني مين يمشي كلمته في لحظة الاختلاف؟ الصغير على الكبير ولا الكبير على الصغير؟ طب هي المجتمعات اللي فقدت هذه البوصلة وصلت لإيه؟ على فكرة اللي يجي يقول لك أصل أوروبا والديمقراطية، لا، أوروبا عندها المخابرات هو ده كبيرها، هي دي تقاليدها، هي دي اللي عارفة تاخد كل واحد تحطه فين وإمتى بما يخدم مصلحتها، وعارفة إن هي ما تعملش حاجة ولكن تسيب التركيبة الثقافية التي وصلت إلى حد إن الكيمياء بتغيرها، الكيمياء بتغيرها تتحرك في الإطار اللي هم عايزينه. بقت مجموعة من البشر قاعدين خلف شاشات تلفزيونية خلفهم معامل كيميائية يستطيع أن يحركوا الرأي العام، هو ده الكبير بتاعهم. لكن إحنا كبرنا إيه؟ القيم والاحترام المتبادل، اوعى نفقد دي، وخصوصا في النادي الاهلي اللي احنا بنقول قيم الاهلي قيم الاهلي ومش ملتزمين بيه، عمالين نلطش في اي حد. مفيش حد النهارده بمنأى عن الهجوم لمجرد ان يقول رايه يخالف وجهه نظر المتلقي، لمجرد انك تخسر ماتش كبيرك يتكسر على طول، وتدي فرص بقى للمتربص ان يقول العناوين اللي هو عايزها، ان وانت داخل على ماتش تجد معظم العناوين في الصفحات اللي هي ضدك بيتكلموا على حسام البدري وعلى ايامه المعدوده، وهو توجه خبيث، ولكن جرأهم عليه ايه؟ بدل السوشيال ميديا ما تبقى كلها ضد هذا، لا، بعضهم ينجرف الى هذا، وكل واحد بيجود بقى مين اخف دم من التاني، ومين عنده الافيه الاكبر، ومين عنده الرؤيه الاثقب، ومين الاكثر يعني نضجا. هذا كله انا يا جماعه قلقان منه، واعتبروني راجل دقه قديمه بقى زي ما بتقولوا، اعتبروا اللي انتوا عايزينه، واحنا قلنا هنتحمل في هذا البرنامج هذه المسؤوليه مهما كلفتنا، لان احنا ما كناش بندعي، احنا مؤمنين برساله سنظل نؤديها، وسنظل نطلب منكم يا أولادنا والنبي حافظوا على الأهلي زي ما لقيتوه. كابتن حسام البدري اختار قائمة اللي سافر بيها اسكندرية النهاردة للمباراة، فيها 23 لاعب، فيها شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي لحراسة المرمى، وفي خط الدفاع أحمد فتحي ومحمد هاني وباسم علي، صبر رحيل وعلي معلول وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمد نجيب، رجع سعد سمير اهو بعد الشفاء، في خط الوسط في حسام عاشور وعمرو السولية وهشام محمد وميدو جابر ووليد سليمان واحمد حمدي واحمد حمودي واسلام محارب وكريم ندفد وباكا، وفي الهجوم مروان محسن وايضا صلاح محسن. عندك ملحوظه على هذه القائمه؟ وقائمه انت قد تبدو يعني انت عندك مين خارج القائمه يعني مش مصاب ها يتوجد يعني. عندك اجاييه طبعا وازارو المصابين، ما فيش قسوه كده، ما فيش قسوه في الظروف كده. مش بس انها مش ماشيه معاك وتحكيم جائر يظلمك وظروف اصابات تذبحك، ورغم كده انت الاهلي بتسيطر وكل ارقام المباريات، لو في انصاف لازم تفوز فيها. لو في صفاره عادله لازم تفوز فيها. وهنتكلم على الكلام ده. على فكره يا جماعه، هستأذن الكابتن البريء، جلسة الكابتن الخطيب تناولت كل شيء، ولم تكن جلسة واحد بيدي تعليمات لناس، إنما هي جلسة تعالوا نتكلم يا جماعة، أنتوا شايفين إيه وأنا شايف إيه ونوصل لإيه ونتفق على إيه، ودي تطلع إزاي ودي تتعمل إزاي. ومن أهم الملفات اللي كان الراجل بيتكلم فيها ملف التحكيم، وقال يا جماعة يبدو الناس بتفهم غلط إن إحنا يعني إيه بندعم عناصر لعبة وبنقف ورا التحكيم ومش عايزين حد يتجاوز في حقه، لكن هذا ليس معناها أن يتم التجاوز في حقوق الأهلي بهذا الشكل الصارخ اللي حصل. هذا كان كلامه، وبيؤكد أن احنا قادرين زي ما قال في البيان بتاعه على الحفاظ على حقوق الأهلي، وهنديكوا الأمثلة، هنديكوا الأمثلة ماذا قال الكابتن صالح ثم ماذا فعل الكابتن صالح عندما تم الاعتداء على حقوق النادي الاهلي، وماذا قال تيتش وجعفر والي معاه، ثم ماذا فعل عندما تم الاعتداء على حق الاهلي تحكيميا، وهكذا رؤساء النادي يا استاذ ابراهيم
دائما يقفوا في جانب الصح والغلط والترفع عن الدخول في مهاترات. لكن في لحظة لما الأمور بتبقى متكررة، الأمور تبقى متعمدة، الأمور تبقى فجة ضدك ولصالح المنافس بالشكل اللي شفناه اليومين اللي فاتوا دول، اللي ما حدش حتى قدر يدافع بعد الصخب فالاحتفاء بنجاح الحكم انه يخرج بالمباراه لبره الامان، وان هم يجيبوا لهم فرقتين اجانب للحكام المصريين، مش يجيبوا حكام اجانب للفرقه المصريه. هذا الراي الغريب، وزي ما هنشوف مش هخش في تفاصيل كتيره، بس انا بقول انها كانت جلسه استمع فيها الكابتن محمود الخطيب بقدر ما تحدث ويمكن صحيح. اكتر صحيح. وكان سايب كل واحد بخبرته يشوف الدنيا تمشي ازاي في 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 المرحله القادمه. الكابتن حسام البدري قاد المران اللي انتم شفتوا بعض الجوانب منه النهارده في الاسكندريه، وعقد مؤتمر صحفي، المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراه، مدرب الفريقين. فكابتن حسام تحدث عن اولا صعوبه المباراه جدا وتقديره للترجي على وجه الخصوص، وقال انه فريق كبير عنده خبرات عظيمه جدا، عنده عناصر جيده جدا، هو والاهلي الاثنين حافظين بعض بشكل جيد جدا. ودي بعض اللقطات من المؤتمر اللي عقد النهارده للكابتن حسام البدري. قال انه الاهلي بيتطلع لتحقيق الفوز ان شاء الله، مباراه مهمه للغايه، تاتي اهميتها ايضا كونها ضربه البدايه في دور المجموعات، واشار الى ان الاهلي هيخوض جميع مبارياته في هذه المجموعه بحسابات الفوز، واكد على جاهزيه كل اللاعبين المتاحين ليه دلوقتي للمشاركه وتحقيق الفوز ان شاء الله. وجه التحيه للترجي التونسي، وجه ايضا الاشاده بيهم. رد بقى رياض بن نور مدير الكره في النادي الترجي، قال ان هو سعيد للغايه باستقبال النادي الاهلي لبعثه الترجي، وانه بين الاهلي والترجي علاقات طيبه جدا وعلاقات، ودي اهم نقطه يا جماعه، ان حظنا يعني الكويس او الوحش مش عارف، ان الترجي ده بيربطنا بيه صلات خاصه جدا جدا. هم اهلاويه واحنا ترجويه، وده مل الاحترام المتبادل بيننا، رغم ان احنا في مواجهه مستمره نرجو الحفاظ عليها باستمرار. ده جانب من تدريبات الترجي في ملعب برج العرب النهارده. مدير الكره للترجي قال ان بطوله افريقيا ما تنفعش بدون الاهلي والترجي، ما تبقاش بطوله افريقيا. فقال دوري الابطال اتعرف لوجود الاهلي والترجي فيه، والاثنين دايما وابدا بشعبيتهم وبتاريخهم وبخبراتهم بيطفوا زخم كبير على دوري الابطال. بيتمنى ايضا تاهل الاهلي والترجي للدور ربع النهائي، يؤكد انه بيتوقع ان ده هيحصل على حساب المنافسين في المجموعه، اذا كان البطل كامبالا الاوغندي او بطل ليسوتو. ليسوتو دي بقى بتسوانا ده مشكله، لان ما نعرفش عنها حاجه. لكن اوغندا احنا شايفين اوغندا الكره الاوغنديه كويسه متقدمه، يعني على مستوى منتخب مصر حتى والنادي الاهلي، هي كره متقدمه. تمام. الكابتن ايضا حسام البدري تبادل مع الوفد التونسي التحيه والتقدير، وزي ما انتم شايفين الاستعدادات للفريق التونسي استعدادات خاصه جدا، عندهم تقدير للاهلي، عندهم زي ما اكد مدير الكره فيهم انه الاثنين كتاب مفتوح، وقال الاهلي والترجي الاثنين كتاب مفتوح، كل فريق يعرف عن الثاني كل حاجه فنيه واداريه، وما اعتقدش في اي حاجه تخفى على الطرفين. بعيدا عن بقى كل الاحاديث الخاصه اللي المهندس عدلي اشار ليها، العناوين بتاعت الفتره اللي فاتت ما اعتقدش ابدا تستحق التوقف عندها، لانه كتير منها كان بمثابه القاء مزيد من الزيت على النار، كله بيحاول يحدث ازمه كبيره جدا، كله لما تطلع الجرايد تحس ان الاهلي خلاص انتهى، ده مش هو الفريق اللي واخد بطوله الدوري قبل نهايته بست اسابيع، ده مش هو الفريق اللي محقق كل الارقام القياسيه، ده مش هو كابتن حسام البدري اللي دايما وابدا بيوصف بانه افضل مدرب في مصر، مش هو ده الفريق اللي مدي منتخب مصر اكبر عدد من اللعيبه يشارك بيهم في كاس العالم خالص. كل ده بخ، والحدوته كلها ان الدنيا ضلمه، الازمات بتحاصر الاهلي ايام حسام البدري في الاهلي. لا انا هغير رايي.
انا عايز اقرا العناوين اللي انت ما كنتش ناوي تقراها. طب اتفضل. على اساس ان دي ليله مباراه بس عشان جمهورنا يعرف الناس بتضمر لنا ايه. اتفضل يا باشمهندس. الشروق ايام البدري معدوده. ده عنوان جورنال بيتكلم على الاهلي وهو على بعد ساعات في مواجهه مهمه جدا. الشروق قول لصاحبك عماد حسين يعني قول له خف شويه. لا والله بجد لا مش كده. صحيح. هيقول لي اصل ده جورنال ابراهيم المعلم. لا ابراهيم المعلم انا مش عايز الوم ابراهيم المعلم بصراحه. وان كنت بعد شويه هضطر الومه. ده مش مواقف دي متعدده. ما ينفعش كده. صديقي وحبيبي وفوق دماغنا لكن كده ما ينفعش ان في ليله مباراه لا ده عنوان غير بريء. اللي بعديها الاهرام خسائر الاهلي لا تتوقف بفقدان لقب كاس مصر. ماشي ده رصد للموقف. الوطن بقى وانا برضو واخد على خاطري من هذا العنوان جدا ومندهش منه. فضيحه الكاس تشعل النار في الاهلي. تشعل النار في الاهلي فضيحه الكاس ولا فضيحه التحكيم؟ فين الفضيحه؟ الاهلي خرج وهو مسيطر على كل الماتش وله فرص. اجاده الاسيوطي في عمل دفاع محكم قلل هذه الفرص واستطاع ان يستفيد من خطا ويحرز هدف. ولكن لم يحصل الاهلي على حقه. ما فيش فضيحه. ما ينفعش يتقال على ده فضيحه. والا احنا بنطالب الجماهير بايه؟ احنا عمالين نقول للجمهور الروح الرياضيه وخليك موضوعي بتاع. انا اطالب الزملاء الاعزاء اللي بحبهم جدا كلهم بما فيهم حتى الاستاذ عماد حسين فيهم كل الاستاذ ايهاب الخطيب كلهم حبايبي. لكن هستثني منهم دلوقتي المصري اليوم لان ده موقفها دائم معانا بالشكل ده. شوف يا سيدي انتهى الدرس يا بدري. ده المصري اليوم ماشي ولو انه ده اخف عنوان. الجمهورية الاهلي يبحث عن عقل ويرفع سقف المقابل. البدري على كف الترجي. برضو تصور ان ماتش الترجي سوف يكون حاسما في مشوار البدري. هذا الكلام يعني لا انا بوافق انه يتقال على الاخرين ولا على المنافسين ولا وافق انه يتقال على الاهلي. انتهى الدرس ده شتيمه يعني فيها. ايوه طبعا طبعا. الاهرام المسائي الازمات تحاصر الاهلي وماشي فعلا الازمات تحاصر الاهلي. البدري يفكر في حل ازار واجايه ويخشى معلول قبل قمه الترجي على اعتبار انه لسه راجع. المساء بعد سقطتي القمه والاسيوطي انتفاضه في الاهلي قبل لقاء الترجي. ماشي. تاجيل حساب المخطئين ما بعد المباراه. الجمهوريه محمود معروف بدون مجامله جر شكل يا خرابي يا عرابي. الاهلي انهزم يا منز. يعني يا رجال شويه افيهات. اسلام محارب حارب الاهلي وتسبب في هدف الفوز. كلام مش عارف ايه. ماشي. ولكن عندك حاجه تقولها بعد ما خلصنا العناوين اللي انا بس بقولها لحضراتكم؟ لم يتبقى للاهلي فعلا غير جماهيره. هتعملوا ايه يا جماهير الاهلي في الازمه؟ ولا احنا اهلاويه في السراء؟ ولا الاهلي عودنا على المكاسب والسعاده؟ عودنا على المكاسب والسعاده، ولكن لما تيجي لحظه زي دي قيمتنا احنا فين؟ احنا اللي بنرجع الدنيا الى نصابها، وانتوا اولنا. والحقيقه يعني لو في كلام في مناسبه زي كده معرفش امتى ثقافتنا دي هتتغير. لامتى هنفضل عايزين كل حاجة حتى لو كان الحاجتين بينهم تضاد شوية أو صعب إن هما يتقابلوا. الأهلي واخد الدوري. بالمناسبة الترجي خد الدوري برضه في وقت مبكر زي الأهلي وخرج من الكاس، خرج من الكاس كمان بدور ال 32. بس حتى الجمهور التونسي بقى عنده ثقافة تقبل أمر الواقع، ترتيب الأولويات. إحنا كنا لما كابتن حسام البدري أنهى الدوري بدري قوي كان في طرحين موجودين وقتها وانا افتكر ان احنا اتكلمنا عنهم في ملك وكتابه. هل
كابتن حسام يريح هذه العناصر الأساسية المجهدة اللي واضح لعبت فترة مضغوطة، واللي في المؤتمر الصحفي الأخير قال في قضايا كبيرة الناس لازم تناقشها. انتوا ما بتناقشوش قضايا الاصابات دي ليه؟ وده فعلا محدش بيناقش قضايا مهمة تفيد الكرة وتعالج المشاكل. الناس قاعدة قصاد كلام فارغ، تلقيح كلام ضد بعض، مين أهلاوي مين زملكاوي، الإعلام عمل إيه، كلام يا ريت يعني نخلص من الليلة دي بقى. بالظبط، لا يرقى أبدا لا المستوى إعلام رياضي جاد ولا يعالج مشاكل ولا يحفز على شيء. مش معقولة ده يحصل بكل هذه المساحات الزمنية الواسعة جدا في كلام فارغ، ومحدش بيناقش القضايا الحقيقية في ترسيخ الاحتراف، في ازاي نقدر نرتقي حتى بفكر الجمهور. الجمهور اللي مش عايز فرقته تخسر أي مباراة وتحقق المكاسب حتى لو كان الأمر فيه تضاد. بمعنى في الوقت اللي أنا بطالب المدير الفني أنه يدي فرصة لبقية العناصر، بطالبه بتثبيت التشكيل والاتنين ضد بعض، بطالب الفريق يحقق كل المكاسب حتى في المباريات الودية، ثم اشتكي من الإجهاد. عايز يكون عندي صف تاني وتالت جاهز لاستخدامه في أي وقت، وما أقدرش أستغنى على الأساسيين الكبار، عايزهم دايما موجودين. لو كان عندنا قدر من الثقافة المختلفة شوية. لا لا استنى، ده موضوع برضو في سياقة كده، اوعى تنسى دي. وأنت تحدث الناس القيم، القيم والمبادئ، وبتقول لازم اهم صانع لعب عندك وفي مصر الاهلي ياخد منه موقف، تبتدي تتكلم وكانك مفتقده. بالظبط. فانت تبص تلاقي، طب ما البديل هيتعمل في قد ايه لو كنا عندنا هذا القدر من الوعي شويه، كان الكابتن حسام البدر بدون اي ضغوطات بمجرد ما حسم الدوري الموسم خلص. لما منو الجزيه عملها كلنا قلنا له برافو وسافر الراجل، وخسر من الزمالك ومفيش مشكله، خسر من الزمالك يخسر من اي فريق، هو بالنسبه له الدوري انتهى، الموسم خلص يا استاذ ابراهيم. الماتشات ديت ماتشات وديه، واحنا ما خسرناش من الرجاء، من حقه، ما خسرناش من الاسيوطي مثلا، ما خسرناش من الداخليه مرتين في احد المواسم. عايز بس اكمل دي، طبيعي نخسر من الزمالك، عايز اكمل دي. فانت لو كان عندنا هذا القدر من الوعي اللي المفروض يكون موجود، نبدا نفكر تفكير احترافي. لو حسام البدري لقى الجو مهيئ قدامه، مش الناس راكبه على كتافه في السوشيال ميديا، ومش عايزاه يتعادل اي مباراه، ومش عايزاه يخسر اي مباراه وديه في الدوري، مباراه الزمالك مباراه وديه في الدوري، لانه الدوري خلص. الست ماتشات الاخيره الراجل كان خد اللقب، كان حقه او كان المفروض بالشكل الاحترافي الصح أزاره على أجاييه، على كل العناصر المجهده اللي ادت موسم كبير جدا، لازم تريح ويبقى في ميعاد محدد لعودتها، ربما مع كاس مصر، ربما في دوري ابطال افريقيا، بس هتاخد الوقت ده كله. اولا هي ترتاح، لاعب زي احمد حمدي ده ما كانش خرج من الملعب من وقتها، كان الست ماتشات دول كافيين جدا انه يبقى فيه فعلا صانع لعب جديد جيد جدا في النادي الاهلي، او هشام محمد، او ما يستقر عليه الجهاز الفني. لكن احنا قضيناها في حته ارقام قياسيه، ارقام قياسيه كويسه، بس ده شغل فانتازيا مش شغل احتراف. شغل الاحتراف الحقيقي ازاي اقدر احافظ على العناصر الاساسيه بتاعتي للمهام الكبيره اللي جايه، وازاي اخد من الماتشات الوديه الرسميه دي فرصه ان انا اجهز عناصر تانية تقدر تكمل معايا بشكل كويس. لكن للاسف بفكر الفانتازيا الكتير جدا، الارقام القياسيه شيء كويس لو اقدر احققها احققها، بس لما احطها في كفه ودوري ابطال افريقيا وكاس مصر واجهاد اللعيبه والخوف من اصاباتهم في كفه، لازم ترجح كفه الاحتراف. ما ينفعش، لازم نتغير، لازم. ما فيش حاجه اسمها لازم اكسب كل الماتشات، ما فيش فريق في الدنيا بيكسب كل الماتشات، حتى لو ما فيش فريق في الدنيا بيلعب بكل الاساسيين وعنده العناصر البديله على نفس درجه الكفاءه، ولما يدي عنصر بديل درجه ما يلاقيش مساعده. عايزين احمد حمدي اللاعب الصغير لما ياخد فرصه ينسينا عبد الله السعيد، لا، عبد الله السعيد ما بقاش عبد الله السعيد الا بعد فتره كفايه جدا من اعتزال ابو تريكه. خد 3 4 سنين طبعا استحملنا حاجات كتيره. ففكره الصبر على العنصر البديل، فكره حتى الجهاز الفني، اللوم مش للعيبه بقى، مش للجماهير بس. فكره ان الجهاز الفني بيلاقي نفسه مضغوط بالرغبات العامه، فما بيستعجل في الحكم على لاعب صاعد، لانه فعلا الناس بتهز ثقه اللاعب الصاعد في نفسه،
لو يقدر يلاقي مناخ جيد هتساعده المدرب يشتغل بشكل كويس، هتساعده اللاعب الصغير اللي طالع ان انتوا تاخده بايده، وهتقدر المكاسب تتحقق. هقدر ادخل في ثلاث بطولات اقدر اخدهم بفكر استراتيجي، انما انا بوليد ازار وجونيور اجاييه عايز افضل احارب لاخر وقت، طب ما الناس هتقع مني، وزي ما حصل ده وقع وده وقع وهكذا. اتمنى انه المرات الجايه يا باشمهندس نتغير شويه، ما نزعلش ما نغضبش. الحكم على الامور من منظور الغضب، هو الجمهور بيحب الاهلي مؤكد، الجمهور غير على الاهلي مؤكد، الجمهور صعبان عليه مؤكد، بس كمان الجمهور صعبان عليه نفسه، لانه هو بيجاره زملكاوي وعمال بيجننه، فهو متضايق فبيفرغ همه في السبب، ما عندوش حتى فكره. يعني في واحد كاتب حاجه كنت انا قلتها زمان يعني، وكانت فانتازيا برضو، هو انا انجح في الاعداديه، او معاير اللي سقط في الدكتوراه، سقط الاعداديه بيعاير، لا ناجح الاعداديه اللي نجح في بامتياز وكل حاجه، ما بنقولش حاجه، بس انا في حته تانية. انا سقوطي سقوط يعني لم اتجاوز. وعلى فكره اذا ما كانش الاهلي يخسر في الظروف دي يخسر امتى؟ في كل مباراه اصابه مؤثره جدا في اهم العناصر، وبعدين تحامل في الاجواء والتحكيم و و و وبعدين التوفيق كمان غائب، وبعدين الخبرات اللي موجوده، ما هي يعني كلمه خبرات يعني ايه؟ العب وافوت في هزيمه وفوز، والعب في ظروف صعبه وظروف لحد ما اعرف اتعامل، يسمح لي بالتعامل مع الظرف يعني الصعب، يعني فوت بده كله فتعلمت منه. دلوقتي في خبرات بتتراكم عند بعض اللعيبه دي برضه بنقصوا عليها، اول ما يدفع ميدو جابر مش عارف ايه، ساتر مش عارف ايه، حمودي، اسلام محارب، كل الناس كانت بتقول اسلام محارب لازم يبدا، انتقدت ان اسلام محارب بدا الماتش اللي فات. يا جماعه ما فيش كده، في حاجه اسمها كوتش، وفي واحد بيضرب ظروف فرقته ايا كان بقى. وحسام البدري كلكم كنتوا بتتكلموا انه افضل مدرب في مصر، وكل الناس كانت بتشيد، خلاص اسبوع باشمهندس ده احنا نوصل لمرحله بمناسبه الكابتن، رغم ايه قد اختلف معاه انا وانت في بعض الماتشات اللي كسبها او اللي خسرها، طبعا، لكن مش احنا في على البر عواب، بالظبط. فاحنا عايزين نطلب، ارجع تاني انا بتكلم الكلام ده عشان جمهور الاهلي يبقى في ظهر النادي الاهلي الفتره الجايه ويأجل غضبه شويه، بس ده المقصود بقى. يعني لما توصل الامور لدرجه انه يتقال اصل يعني في محاولات لاعاقه عمل حسام البدري لاسباب انتخابيه، انتوا شفتوا يعني تفكير يوصل لمرحله زي كده، وانه الاهلي مشى اللعيبه الكويسه للدوري السعودي غصبا عن الكابتن حسام البدري. بالمناسبه ما فيش لعيب خرج للاعاره الا بموافقه الجهاز الفني، اسباب انتخابيه يعني، ده هو اللي معانا النهارده، مين اللي هينجح يعني كل لاعب خرج معار خرج بناء على ما دي موافقه ورغبه الكابتن حسام البدري ان اللعيبه تاخد فرص. فاكرين الكابتن حسام كان تنلي بيشتكي الملعب زحمه والعدد كتير، فبالتالي العناصر اللي ممكن تاخد فرص تلعب وتجهز في شكل افضل اداها هذه الفرص. مفيش حد في الاهلي بيجبر الجهاز الفني او المدير الفني على حاجه هو مش عايزها، لكن ما هي زيطه، وفي الزيطه كله مسموح له يقول، وكله بيتاجر بمشاعر الناس اللي ممكن تكون متضايقه سنه عشان الاهلي خرج من الكاس. ما ينفعش الاهلي يخرج من الكاس، فاهمني؟ بس هي دي الكوره. وقبل ما تقول لي خرج من الكاس اسالك على التحكيم، اديني حقي وبعد كده حاسبني، لكن ده هنجيله طبعا بالتفصيل في الحلقه دي النهارده برضه. بعيدا عن كل هذا الصخب، بسمه مصر الكبيره قوي اليومين دول وفرحه المصريين في محمد صلاح، فرحه مصر بمحمد صلاح ولمحمد صلاح الحقيقه يا باشمهندس، انه لاعب مصري يلعب في نهائي دوري ابطال اوروبا، لاعب مصري العالم كله بيتكلم عنه، مش بس يلعب، هو احد اسباب انه فرقته تلعب، يقود فرقته. ولو تشوفوا حساب نادي روما على تويتر النهارده وهو بيتكلم على رغم كل شيء مشاعرنا مع صلاح في النهائي، وقالوا قد ايه هم كان صعبان عليهم، استقبلوا استقبال مش ممكن انه صلاح يلعب ضدهم وهم نفسهم يروحوا الفاينل، لكن كلامهم عنه في حب كبير جدا، قالوا ان كره القدم ابدا لن تقتل المشاعر، مشاعرنا ما زالت مع محمد صلاح، صلاح واخد مشاعرنا معاه
للمباراة النهائية. مدربه يورجن كلوب، شوفوا هو بيتكلم عن صلاح من زاوية الزاوية بتاعتنا احنا بقى، قيمة صلاح كسفير للعالم العربي والإسلامي، وشوفوا هذا المدرب بثقافته المختلفة ازاي بيتكلم عن احترامه لثقافة صلاح والمشاعر صلاح الدينية وازاي هو بيقدرها. نسمعه. We all are kind of ambassadors, and sometimes we fit to that role and sometimes not. And in the moment, obviously, Mo is a perfect ambassador for Egypt, for the whole Arabic world. So that's really nice. He is enjoying a particularly special moment and quite an interesting role in football at the moment. As a, you know, as an Egyptian, as a Muslim, the songs that people are singing, I'll be a Muslim. So, I mean, how do you feel about all of that? I mean, it's fantastic. It's exactly what we need in these times. That's how it is. To see this wonderful young man, full of joy, full of love, full of friendship, full of everything, and in a world where we all struggle a little bit to understand all the things happening around on this planet. So, and it's just fantastic. You have the typical things before a game. He's Muslim and he is doing all the things what Muslims are doing before a game, washing procedures and stuff like that. So we come a minute or 2 minutes earlier in the dressing room that he can be ready for the game. Like Sadio, by the way, like Emre Can, by the way, they all do that. So and that they can. Nobody says why we have to be. Now we wait. All that's completely normal in a team, and that's how in an ideal world the world would work. Huh? We all try to understand each other and أجمل شيء أن تدع الذي يخالفك الرأي ويخالفك العقيدة يحترمك في هذا. يعني لما أقول لك بنروح مبكرين عن ميعادنا وننتظر دقيقتين وكل الفريق سعيد وغير ممتعض عشان محمد صلاح يقدر يتوضى ويصلي. طبعا هم بيبقوا اكتر من دقيقتين. محدش قال واحنا مالنا، هو بيقول كده. بيتفهموا تماما ان هذا الرجل عليهم احترام ما يفعله لانه فعلا راجل انتزع الاحترام، والاحترام دي بقى يا جماعه انا دايما اقارن بين الحب والاحترام. الحب اناني، الاحترام ما فيهوش مجامله. عدوك ممكن يحترمك. واللي بيحترمك لا يجاملك، انت بتجبره على احترامك. فمحمد صلاح للاسف وهو انتزع احترام العالم كله تعرض لبعض المضايقه، والحمد لله انها انتهت بتدخلات حكيمه مسؤوله. يعني محمد صلاح لما تشوف جراديولا يا ابراهيم وهو بيقول انا ظلمته وانا لي الاوان ان اعترف، أنا الأوان أن أعترف أن صلاح تجاوز ميسي وأنه ظلمه لما أتكلم عنه باستخفاف قبل كده وأنه كان لا يستحق هذه الجائزة. كويس؟ فهذا انتزاع للاحترام، لأن أنا كان رأيي فيك سلبي. أما جاءت أقول لك أنا بتأسف لك وأنت إيه؟ وقارنك بأحسن لاعب في العالم. وأن أنت تجاوزته كمان. إيه؟ وأنك تجاوزته. وأعترف. فالنهارده محمد صلاح يذهب بعيدا باحلامنا ان نقف وراءه عشان يبقى احسن لاعب في العالم، وننسى السحابه العابره اللي هي كلها مبنيه على احترام الاحتراف وخبرات التعامل مع الاحتراف. لان قبل كده نفس القضيه اثيرت بين الاتحاد الافريقي والاتحاد المصري ايام الاستاذ جمال علام، كان وقتها الكابتن هاني بوريده هو عضو هنا وعضو في الاتحاد الدولي وما قدرش يعمل حاجه. دي مساله صراع حقوق. هو نفس الشيء في أزمة محمد صلاح التي انتهت بحكمة، أعتقد أنها حكمة سياسية قبل أن تكون حكمة رياضية. كلام يورجن كلوب الحقيقة فيه رسالة لكل شبابنا. هو بيتكلم على احترام مشاعر وطقوس صلاح الدينية وإزاي هم بيحترموها. دي رسالة لكل شاب مصري وكل واحد بيحب محمد صلاح يعرف المناخ والمجتمع الصحي السليم اللي قائم على احترام الآخر وصل لمرحلة ايه. شوفوا الناس بتتعامل بوعي واحترام وتقدير
لثقافة المختلف بهذا التقدير والاحترام، وتشوف ازاي تقدر تخدم دينك، ان تقدم هذا النموذج لما تبقى صورة ايجابية طيبة، ازاي بتخدم ثقافتك ودينك وبلدك ووطنك وناسك واهلك وتاريخك وحضارتك. فكرة ان انا دايما وابدا ضد الاخر المختلف عني في الدين او في الثقافة او في العقيدة او في اي شيء الى درجة العنف لا اتقبله. شوفوا هذه الشعوب المتحضرة المحترمة متقبلة صلاح للدرجة انه الاطفال بيقلدوه بيسجدوا زيه بيغنوا له اغانيه. يا جماعة لازم نتغير، الكورة مش مجرد كورة. وحتى الناس اللي بتتكلم على عايز تنصر الاسلام بهذه النماذج بالظبط، حتى الناس بتتكلم البعيدة عن التطرف، البعيدة عن السياسة، البعيدة عن كل شيء. ازاي تبقى فعلا زي ما هو الراجل قال سفير جيد جدا للعرب والمسلمين في اوروبا. طب ما تخلينا احنا مع بعض في تعاملاتنا، احنا مع بعض في جارك المختلف عنك في الرأي في الدين في العقيدة في الفكر، ازاي تتقبله وازاي تتعامل معاه باحترام لخصوصيته. شوفوا الدنيا واصلة ازاي. شوفوا الجون اللي فات ده يا استاذ ابراهيم، شوفوا الجون اللي فات ده قمة النضج. شوف الكورة لما انفرض عملها تشيب وجون مرمي تروح لمسة رقيقة كده تروح متجاوزة الجون ومتهادية في المرمى. خبرات ومهارة وقرار انه دخل ما تسربعش ما شطش على طول، شايف الجون بيعمل ايه. الجون اللي فات ده عاجبني قوي. صلاح رسالة حضارية مهمة جدا جدا جدا. لكن زي النهاردة اللي دايما المهندس عدلي مهتم بيها ويحب يفتكرها، زي النهاردة ولكن في 83 يوم 6 مايو الأهلي فاز على دينامو زهراري الزيمبابوي في دوري أبطال أفريقيا. سجل الكابتن محمود الخطيب 3 أهداف والكابتن علاء ميهوب هدف نفتكره. الطائرة يا الزهرة صابت البطل ودخلت الكورة جول الأولاني لجنب خالد عبد الله وشاط كتاب الجول جاب الخطيب الجول في الدقيقة 37. يلا مختار للخطيب لمختار الجول الثاني الجول الثاني. يا سلام يا خطيب يا سلام يا خطيب، برافو برافو، بوينتو جميلة جدا للمختار وطبعا عبدو. يلا نرجع العبها بالعرض الخطيب بعد كده. الجول الثالث الجول الثالث يا ولد يا خطيب يا لعيب يا لعيب، برافو مصطفى عبده يلعب الكرة ياخذ الخطيب وباختبار وبفن ومهارة وبيحطها برجله اليمين على شمال الجول. الجول الثالث للنادي الاهلي. يا رب جول يا رب. يلا يا خطيب جول 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 الجول الرابع الرابع بعد النتيجة 4-4 الأهلي 1-0 الخطيب جاب 3 أجوال الدقيقة 35. مثل هذا اليوم الذي لم يخزلنا، مفيش يوم خزلنا الحمد لله. الأهلي ودايما في انتصارات. ونخرج فاصل عشان نرجع نقول لكم مضمون الحلقة الحقيقي بقى في الفقرات القادمة المهمة. كده دخلنا في الأفوار. كده دخلنا في الأفوار. هنبتدي بقى في الأفوار. فاصل هنعود معايا يا إبراهيم. هنعود مع إيه؟ الماتش مع ولا مع الأحلام؟ مع الأفوار. مع الأفوار. هتسيبها كده غامضة؟ طيب ماشي. أهلا بحضراتكم من جديد. بعيداً عن الأفورة وبعيداً عن المبالغة وبعيداً عن محاولات النفخ في الكير بالشكل الواضح جداً لحضراتكم، ومحاولات إزاي تقدر تصدر أزمة للنادي الأهلي، إزاي تقدر تهز الأرض تحت أقدام لاعبي النادي الأهلي وجهاز النادي الأهلي، إزاي تقدر تختلق المشاكل وإزاي تقدر تهد المعبد على اللي فيه.
بعيدا عن كل ده، لان الحقيقه محاولات مكشوفه جدا، وانا اعتقد الامور واضحه جدا للقاصي والداني. فريق واخد بطوله، واخد ارقام قياسيه، عنده هزه، عنده بعض المشاكل الفنيه في الملعب موجوده، بس حجمها الطبيعي ايه؟ مش معقوله بطل الموسم اللي واخد الدوري بكل هذه الارقام القياسيه ايه كمان في هذا الظرف اللي تحدث فيه هذه الاصابات وهذه الغيابات وهذه القرارات الخاطئه جدا من قبل الحكام، وهذه بعض المواقف اللي ممكن ما تكونش اصلا موفقه لا من اللعيبه ولا من الجهاز، كلها امور وارده. لكن ده معناه نصف المعبد على ما فيه، هذه هي الافوره. وانا اعتقد نجيب محفوظ لو كان عايش بدل ما آفة حارتنا النسيان كانت آفة حارتنا الحقيقيه الافوره او المبالغه، هي دي المصيبه دلوقتي بجد. كل حبه بتصير قبه ما دام صاحبها عايز كده. بعيدا عن هذه المبالغه اللي هنيجي عليها بكثير من التفاصيل، بكره الاهلي والترجي، بكره القمه العربيه، بكره القمه الافريقيه، مش في النهائي زي ما الناس اعتادت، دي في ضربه البدايه بهذه المجموعه، ويا رب تكون في النهائي زي ما الناس عم اعتادت. ونتمنى ان شاء الله انه تجمعهما باذن الله تعالى المباراه النهائيه. جمهور الاهلي عليه دور مهم جدا. الاهلي اذا كان خسر من او خسر فرصه الفوز بالكاس وخرج من هذه البطوله، فدايما وابدا يا باشمهندس الاهلي يخسر الكاس او يخسر المباراه حتى تولد امامه احلام كبيره ربما اكبر من الحجم اللي كان فيه. هي اسمها طي الصفحه. الاهلي يجيد هذا الامر. لقيته الصفحه اللي فاتت بقى، تعال نعيش اللي جاي. وكابتن حتى النهارده حسام البدري في مؤتمره قال كده. نلعب بحسابات الفوز في جميع المباريات. بالظبط. لا قال لهم بقى انا بشتكي من كذا ولا بشتكي من كذا ولا بشتكي من كذا. وثقتنا كبيره جدا في الشباب اللي موجود اللي يستطيع ان يعوض اي غيابات. طيب ما ينفعش احنا نفضل نقول نتكلم في اتجاه واحد واحنا عايزين شكل تفاعلي شويه، ونقدر نفضل نوعظ ونتكلم للجمهور من غير ما نسمع راي الجمهور. عشان كده هنحاول على 010-996-95-8 و3-8-35-6-52 هنحاول نستقبل اكبر كم من اتصالات حضراتكم، بس يا ريت سريعا بقدر المستطاع علشان نقدر ناخد اكبر عدد من الاتصالات، وايضا مع ضروره الالتزام بكل الاخلاق العامه وكل اداب واحترام الجميع. البدايه من المنصوره. محمد، يا استاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. معاك محمد خليفه فريتشاوي. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ اهلا بيك يا محمد. ازيك؟ عامل ايه يا استاذ ابراهيم؟ محمد من نجوم السوشيال ميديا، محمد خليفه فريتشاوي. ممكن وحاطط صوره فريد شوقي، فهو هو خليفه فريد شوقي يخوفك يعني. ازيك يا محمد؟ ازيك يا محمد؟ عامل ايه يا ريس؟ الله يخليك. والله يا استاذ ابراهيم ازيك يا باشمهندس؟ اهلا بيك يا محمد. ازيك يا باشمهندس عدلي؟ اتفضل يا حبيبي، اهلا بيك. ربنا يديك الصحه يا رب. اتفضل يا محمد. بقول لك يا باشمهندس انا، وازيك يا استاذ ابراهيم، انا كنت بتكلم ان حضرتك بتقول الجيل الجديد من جمهور النادي الاهلي هو المفروض يكمل ويدافع عن وجهه نظر النادي الاهلي اللي احنا اتربينا عليها من 110 سنه. تمام 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 يعني. ماشي كده بالظبط. ولسه المهندس عادل قايل حاجه قبل الفاصل، قال يا ريت جمهور الاهلي يحافظ على الاهلي زي ما احنا استلمناه. تمام. طبعا السوشيال ميديا دلوقتي يعني، حتى انتوا ضربتوا مثلا لو الكابتن صالح سليم كان موجود او المختار التشي لو موجود دلوقتي، هل السوشيال ميديا كان هيمجد فيه حاليا؟ ده هم حاليا بيسيئوا للكابتن الخطيب عشان قرار عبد الله السيد، برغم ان القرار ده هيعود بالنفع بس على المدى البعيد. تمام. النادي الاهلي طول عمره قراراته بتتاخد وهي قيمه القرار انه قرار صعب، ما لو قرار سهل ملوش قيمه. احنا بناخد النتيجه بتاعه قرار النادي الاهلي على المدى البعيد، وعندنا امثله كتيره جدا يعني، حسام حسن، ابراهيم سعيد، حسين حجازي، ناس كتيره اساءوا للنادي الاهلي وخرجوا عن القيم والمبادئ، كانت النتيجه ان النادي الاهلي انتصر ووصل بيه مرحله ان هو اعظم نادي في الكون باخلاقه وادبه واحترامه اللي احنا اتعلمناه. تمام. وانا متابع مثلا يعني بمناسبه مثلا موضوع رئاسه النادي الاهلي الشرفيه، انت حضرتك يا استاذ ابراهيم ناشر في العدد السابق اللي هو المجله الشهريه الناس اللي خدت الرئاسه الشرفيه 23 واحد 23 رئيس شرف. راي جمهور الاهلي ايه مثلا لما يعرف ان مثلا في عهد الكابتن صالح سليم الله يرحمه
ما في اكتر من 3 4 واخدين رئاسه شرفيه، فهدي الصباح سيد مرعي، ودولت ناس افاضل وناس محترمين. فهم حاليا الاعلام طبعا المناهض للنادي الاهلي بيحاول يسوق صوره النادي الاهلي عن طريق ان هو يبدا يخلي الكابتن خطيب في صوره مش كويسه، المستشار تركي، الكلام اللي انت عارفه ده يا استاذ ابراهيم. فانا بطالب جمهور الاهلي، جمهور الاهلي بقى اللي هو المفروض الاستاذ المهندس عدلي بيقول ان هم اللي هيكملوا بعدنا، لا، اللي هيكمل بعدك يا مهندس عدلي قليل مش كتير زي ما انت فاهم. اللي بيفكر بعقليه المهندس عبد القوي الراجل اللي موجود في النادي الاهلي من سنه 62 قليل جدا جدا جدا. انا ما بتكلمش عن نفسي، والله العظيم يا مهندس عدلي، والله العظيم يا صورين، انا يعني انا بحس النادي الاهلي عايش مع الاهلي زي ما المهندس عدلي بيقول، الاهلي بيبات معايا، يعني الاهلي بيبات معايا في كل حته في اي مكان. فيا ريت جمهور الاهلي يسمع الحلقات بتاعه ملك وكتابه ويتعلم منكم ويعرف ان دورهم اكبر من انه نفضل نتكلم على النادي الاهلي وكل واحد عاوز رايه يمشي، وتوصل بنا الحال ان بعض الناس الزملكاويه والكلام ده ياخدوا كلامنا ويسوقوا صوره النادي الاهلي وصوره الكابتن محمود الخطيب، ربنا يشفيه يا رب. شكرا يا استاذ محمد. شكرا محمد، كلامك كويس وموضوعي، ولكن اذا كان لحظه واحده، كل ما اتكلم يكلمني في ودني. احنا يا استاذ ابراهيم اذا لم ننجح ان احنا نعمل بدائل اعلاميه وبدائل من المواهب اللي على السوشيال ميديا واللي كنا بدانا نحط صوابعنا على بعضها، ولكن المحبط عندي بعض الشيء ان بمجرد لحظه غضب تبان بتجد برضو ان مش واضحين احنا مع قوي قوي في توصيل فكرتنا، ففي طاقه تنظير عاليه قوي. تبص تلاقي احنا الشظايا اللي بتيجي لحظه الغضب هي دي بالظبط اللي احنا بنقاومها دي، النضج في مواجهه الازمه عشان تاخد بايد النادي، مش ان احنا نبقى ساعتها اصل انتوا واصل انتوا واصل انتوا ومفيش كبير بقى. صحيح. طب خلينا ناخد يعني هكمل. لا انا ارجو يبقى في اكتر من اهم مني وانجح مني 100 مره، بس بشيء من الصبر وشيء من التمرس، مش يعني انا بعد 30 40 سنه اذا كان بعض الناس شيء توسمت فيا حاجه نتيجه شغل 40 سنه مش 40 ساعه على السوشيال ميديا. معانا راندا من كفر الشيخ. راندا، السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام ورحمه الله. ازيك يا ابراهيم؟ اهلا بيك يا راندا. اهلا وسهلا يا راندا. انا عايزه اتكلم في نقط سريعه، بس يا ريت تدوني بس الفرصه. اول نقطه بالنسبه للتحكيم، انا مش هتكلم باسامي، هقول التحكيم مهمته الاولانيه الحفاظ على اللعيبه. انا من اول ماتش، من ماتش طلائع الجيش الماتش الاخراني، احنا كل ماتش عندنا لعيب واثنين طالعين مصابين، مفيش ولا ماتش فيه ثلاث تغييرات الكابتن حسام البدري عملهم بالرؤيه الفنيه بتاعته، انما كل ماتش تغييرات اضطراريه. ماشي، تمام. احنا جبنا 73 جون في الدوري، عايز اسال سؤال، جبنا كم جون منهم من ضربات جزاء ولنا كم ضربه جزاء ما اتحسبتش؟ واتحسب علينا كم ضربة جزاء؟ واتحسب علينا كم ضربة جزاء؟ دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية بالنسبة للإعلام. إحنا الإعلام بتاعنا لو هم دوروا بس كده بالفيديوهات حاجات بسيطة هتلاقي الأستاذ عمرو أديب والأستاذ أحمد عفيفي كانوا عمالين يقولوا ويتغنوا إن ريال مدريد بيتغلب، مانشستر سيتي بيتغلب، بايرن ميونخ بيتغلب، الأهلي ليه ما بيتغلبش؟ ماشي؟ فلما اتغلبنا واحد في ماتش لا راح ولا جه واخدين البطولة وعاملين كل الحاجات دي، الأهلي فاشل، الأهلي مش بيتهد، الأهلي منظومته خربت. أنا عايزة أقول لهم على حاجة، إن أنتوا بتستخدموا ألفاظ أقل من كده مع ناس تانية، خسارة، هزيمة، إنما ما بيقولوش حاجة من دي. أنت ممكن كنت تقول كبوة للفارس يا سيدي، قول اخيرا هزم الفارس المارد الاحمر، كبوه حاجه يعني بالنسبه للنادي الاهلي ده كبوه.
طب الكلام ده بقى لما يطلع لك من وسط اللي بيحبوك تزعلي ولا ما تزعليش؟ لا طبعا انا ازعل وازعل وازعل، وانا عايزه اقول لحضرتك ان السوشيال ميديا لا تعبر عن جمهور النادي الاهلي، لان في واحد بيبقى عنده اكاونت واثنين وثلاثه واربعه وهو كاره للنادي الاهلي وبيخش على مواقع النادي الاهلي ويتكلم بالاسلوب ده، لان ده الاسلوب ده متبع في كل المنظومات في مصر. انا عايزه اقول لك حاجه، ان منظومه الاعلام مش الاعلام الرياضي بس، الاعلام حتى العام في مصر بيحاسب بالقطعه، محدش بيحاسب بالعموم. اي احنا كبشر لنا اخطاء، محدش بيقول ان احنا العمل بتاعنا كامل مكمل، بس لما يبقى واحد شغله 95% مظبوط و5% وقعوا منه، ده يبقى انسان ناجح. مش واحد تاني 5% شغل اللي هو تصلقه وشغل اللي هو بيضحك على الناس بيه و95% فاشل ونقول عليه ناجح. لا، الناجح الناس هتقول عليه ناجح غصب عن الكل، والفاشل الناس عارفه ان هو فاشل غصب عن الكل. شكرا. وهو كل واحد بيفشل قال دلوقتي يرجع لكلامه من اسبوع بس فات، اسبوع بس يشوف. شكرا رندا. معانا مين يا جماعه؟ طب ما تقول يا شوارب انت مكسوف. معانا محمد من القاهره. هو ما يقولش غير واحنا بنتكلم يروح قايل بقى. الو الو الو، السلام عليكم. اهلا محمد، اتفضل. السلام عليكم. طلع ازيك استاذ عدلي واستاذ ابراهيم؟ اهلا بيك. اهلا بيك محمد، اتفضل. انا معلش كان عندي استفسار صغير. اتفضل. انا عرفت ان سمعنا ان الاهلي في الانتقالات الصيفيه في الشتويه ما رضاش يشتري احمد سامي ويشتري بعض اللعيبه بسبب السعر بتاعه عالي، واحنا وافقنا عن الكلام ده وما رضيناش وقلنا ما حدش يغلي علينا سعر اللعيبه، ورحنا اشترينا صلاح محسن في الحته اللي هي عندنا لعيبه كتير وبسبع. لسه انت ما فهمتش حاجه من اللي قلناه بقى. داخل برضو بنفس النظرية، ها؟ التقطيم والتشكيك في قرارات الأهلي والكلام اللي داخل بنفس الطريقة. لا ولا لا 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 لا، سيبك من الكلام ده، أنا مش موافق على طيب كلام. كمل يا محمد، كمل رأيك. طيب وما اشتريناش مدافع وعندنا مشكلة في الدفاع. تاني حاجة، قصدي صالح جمعه لما طلعناه اعاره كنا عارفين ان عبد الله هيمضي ولا لا؟ كان المفروض قبل ما نطلعه نتاكد ان عبد الله شايف. مش هيقول حاجه ايجابيه. بص يا محمد، اديله الدبح ان قال حاجه ايجابيه. كمل يا محمد. بس هو كان عادي. لا لا لا، كمل يا محمد، كمل اللي كنت عايز تقوله. لا لا والله خلاص، انا كنت قصدي الاستفسارين دول على صالح. لا انا هقول لك بس محمد استنى بس. الاستفسارين يا محمد على فكره صالح جمعه متاكد ان محمد استنى بس. استنى بس، انت متاكد ان محمد ده اطلع؟ بنقول انت كده بتدي فرصه في ليله شوف عمال تجيب السلبيات، لكن انت من 10 ايام كنت لو انت اهلاوي بقى كان زمانك فرحان بفرقتك ولا كنت زعلان؟ لا طبعا فرحان وفرحان. طب ايه اللي غير فرحك في اسبوع؟ ايه اللي غير فرحك في اسبوع؟ لا حسيت الدفاع متضايق من اللعيبه والنقطه. حاضر يا محمد، غلطانين في حقك يا محمد انت واللي زيك. لا لا طبعا، احنا نفضل وراك يا استاذ عادل واستاذ وراك. ماشي يا محمد، واي قرار هتاخدوه للنادي. بص يا محمد، انا اللي بيزعلني بس ايه؟ انك بتنسى. انت بتقول انا من اسبوع كنت فرحان بالاهلي، ما كانش ولا سؤال من دول بينك وبين نفسك بتساله. طيب هنجيب لك نماذج ونوريك الفرق الكبيره قوي اللي خسرت السنه دي، ها، وهي احسن فرق في العالم، وخسرت ازاي. بس برضو عايز اقول هذا كلام يا محمد لازم تتعود عليه يا ابني، انك احيانا قد تتعرض لظروف صعبه، عشان اذا كنت اهلاوي بقى تتحمل الكلام اللي هقوله لك ده، انك لما تلاقي ظروف صعبه واحيانا تخفق تفهم انها سنه الحياه، ولكن ما تخفقش لمده طويله وتقدر تتجاوزها. مشكلتنا ان الماتشات المتلاحقه لو احنا وحشين في اسبوع ممكن تلاقي نفسك اتلطيت ماتشين ثلاثه، لانك الاسبوع ده انت مش كويس وجات الماتشات دي فيه. عندنا اصابات كتيره جدا، عندنا ظروف معاكسه كتيره جدا، عندنا تحكيم ظالم جدا، عندنا اخفاق، عندنا ما بنقولش ان كل شيء عملناه صح، في اخفاق، وهذا من طبيعه الامور. وعاكفين كل الاجهزه في النادي الاهلي من اول رئيس النادي لاصغر واحد لدراسه كل في موقعه الاخفاق اللي حصل ده يتعالج ازاي وبسرعه. كل دورك يا محمد بيه، وانا اسف، انك تؤازر النادي الاهلي
وتدعم النادي الاهلي في في الضراء قبل السراء. على الحلوه والمره اذا كانت مره يعني، بس مش هيمشي فيه مراره وانت بطل دوري يا محمد. شكرا يا محمد. معانا جمعه من الاردن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. باشمهندس كيف حالك؟ اهلا وسهلا يا حبيبي. بس على استاذ ابراهيم. اهلا بيك يا استاذ جمعه، اتفضل. انا بس في نقطه يعني بلوم الجمهور، لان الاهلي مش اول فريق يحصل له دروب، يعني الاهلي مش اول فريق في العالم يحصل له دروب، برشلونه بيحصل لها وريال مدريد بيحصل له. المفروض الجمهور يقف مع الفريق شويه. وفي نقطه ثانيه استاذ ابراهيم عايز اقول لك عليها، في تغريده للاستاذ تركي آل الشيخ. يعني ممكن حضرتك شفتها. هو بيقول هغير هجيب مدرب هو ما قالش هغير، ما قالش هغير، قال انا جاهز اجيب مستعد بكذا، ورجع كتب الراجل لحظه واحده. لا دي مهمه جدا. اتفضل. هو عمل تغريدتين، واحده قال اراد ان يعلن عن دعمه بلا حدود للنادي الاهلي، قال مستعد اجيب احسن مدرب في العالم واحسن لعيبه في الدنيا، كويس كده، وانا ادعم باهم الصفقات. ما قالش، قال انا مستعد وضع للاداره تحت امرها، وده اللي اكده لما لقى ان بعض الناس فهمت اللي انت فهمته ده، لان بالتفسير اللي انت قلته يبقى هو صاحب القرار. ويبقى هنقول له لا، ما حدش يعني موافق على الكلام ده دلوقتي. طيب انما بس لحظه واحده صغيره، انت قريت التغريده الثانيه اللي بعتها بالليل؟ لا الثانيه ما قريتهاش. اقراها بقى هتجد توضيح كامل ان انا بحبي للاهلي ما حدش. اختم. طب اتفضل عشان انت من الاردن، اتفضل. اختم بحاجه صغيره. اتفضل. حضرتك انا فزت على الاهلي والاهلي فاز على روما، وروما فازت على برشلونه، يبقى انا بطل اسبانيا. ده بالمنطق التاني ده ماشي. بس نسينا ان المقاصه بتطالب بنفس الحق على فكره. حياه لحضرتك يا باشمهندس. شاكرين. شكرا يا استاذ جمعه. وليد من كفر الشيخ، يا استاذ وليد. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. ازي حضرتك كابتن عدلي؟ اهلا يا حبيبي، ازيك؟ الله يخليك. ازي حضرتك؟ اتفضل يا استاذ وليد. اتفضل. والله يا فندم كنت عايز اقول لحضراتكم قصه الاصابات العضليه في الاهلي، يعني النادي الاهلي اكثر فريق في الانديه يعني مضرور بقصه الاصابات العضليه. عايزين منطق علمي. بص انا عندي يعني واحنا بنشيد بالحاله البدنيه النادي الاهلي كان ده ملي الجمهور والنقاد يذكروا دور معد الاحمال البدنيه. تمام. لكن دلوقتي في ملاحظتين، الاصابات بتغيب كويس وكتيره شد عضلي. ما ايوه ما لا، وده اللي كاد ان يلمح اليه الكابتن حسام البدري في مؤتمره بعد الاسيوطي. قال يا جماعه ناقشوا القضايا، الاهلي بيلعب كل ثلاث ايام رابع يوم ماتش، رابع يوم ماتش، والكلام ده قاله جوسيه. بس كان في فرصه يا كابتن عدلي ان احنا ندي فرصه للناس في الاخر اربع ماتشات اخر. اتفضل. نفس الكلام. ده اللي انا قلته يا استاذ. احنا جبناه الصفقات. ده اللي انا قلته من بدري يا استاذ وليد، ده اللي انا قلته من بدري. ذكرنا هذا يا استاذ وليد. بس الناس عايزه ده وده. يعني الناس عايزه ارقام قياسيه وعايزه الفريق يفضل بيلعب بنفس عناصره. لا مش ما كانش ليها لازمه قصه الارقام القياسيه، احنا كنا عايزين ندي للناس اللي ما بتلعبش. انا مع الراي الاحترافي بتاعك. يعني انت لو علمتم يعني مش عارف ايه، لو كان يتصور ان هذا يحدث مؤكد الرؤيه ساعتها كان في ضغوط، اوعى نخسر اوعى نخسر اوعى نخسر. وكان يلعب بالبدلاء ويخسر يقول لك اجهضت حلمنا. فهو شوف لابد من فرض الرؤيه الاحترافيه. انا الاستاذ ابراهيم علق على هذا الامر وحضرتك علقت وقد نتفق مع بعض في هذا الشأن. الحاجه الثانيه بقى احنا عايزين نعالج قصه موضوع عبد الله السعيد باحترافيه شويه. بمعنى ايه؟ قول. معظم الجماهير عبد الله السعيد يرجع، احنا كنا عالجنا الموضوع يعني بمنطق غلط. عبد الله السعيد كان يلعب عشان احنا محتاجينه في افريقيا، النادي الاهلي جونيور اجاي وعبد الله كانت ثنائيات مع بعض، احنا كده بوظنا. اجاي مش ظاهر في الملعب بدون عبد الله السعيد، ولا ايه طيب حضراتكم؟ انت تعتقد ان الاداره امينه على الاهلي وعلى مبادئ الاهلي ونظامه ولا لا؟ ده اللي لسه انت كمان بتقول يا استاذ ابراهيم. لا مش كده، الاداره رأت هذا الامر
من 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 خلال انحيازها لثوابت النادي الاهلي. لا يعني عايز اقول مش احنا لمسنا النقطه دي زي ما انت لمستها وقلنا هو ده التناقض. الناس عايزاك تطبق المبادئ بحذافيرها وبتشدد وبدون وبصرامه وفي نفس الوقت تحتفظ باي بالنقيض. الله ازاي انت مشيت عبد الله؟ ما انت اللي كنت يعني ما علينا. هي معادله صعبه. بص 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 حضرتك هي معادله صعبه يا ابني، ما فيهاش صح وغلط، فيها وجهات نظر ودايما فيها تقدير موقف. انت تقدير الموقف دلوقتي كده. لا احنا كنا نتعامل مع مبدا احتراف شويه. عبد الله سعيد كان بيلعب في افريقيا واحنا محتاجينه في افريقيا، كنا نلعب ونكمل. يا خلاص انت قلتها واحنا بنرد عليها. ما مش هنعيش بقى، ما دي النقطه. تمام. القصه كلها وقتها كان كل الترحيب بقرار الاهلي واتقال كده مش عايزين بطولات، المهم نمشي صح. لكن معاه الهزيمه ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ان شاء الله بالتوفيق بكره باذن الله ويكون ده اهم حاجه ان شاء الله يا استاذ وليد. إن شاء الله. شكرا يا استاذ وليد. اتفضل. معانا وليد من البحيره. استاذ وليد. نبيل يا استاذ ابراهيم. نبيل؟ ايوه استاذ ابراهيم. اهلا استاذ نبيل، اتفضل. الله يكرمك. انا الاول بحب امسي على حضرتك ومسي على مهندس الصفقات الاستاذ عادل الطيعي. اهلا بيك يا استاذ نبيل، اتفضل. واحب الاول اقول لكل اهلاوي ان احنا ندعو للكابتن محمود الخطيب، ندعي له بالشفاء، ربنا يكمل شفاه ان شاء الله يا رب. الحاجه الثانيه انا بقول لكل اهلاوي ان احنا ندعم النادي الاهلي. النادي الاهلي ده يا جماعه حاجه كبيره، يعني انا بحمد ربنا ان انا اهلاوي، وان اي لاعب ما يعرفش قيمه النادي الاهلي يبقى احنا ما نندمش عليه، عشان النادي الاهلي ده قيمه. بس ليها فاتوره، يعني لازم تكون مستعد بقى ساعتها انها قد تضطر تدفعها، وليها ثمره انها قد تظهر لك نجوم جدد، يعني هي كده طبيعه الامور. يعني احنا يا باشمهندس عادل احنا بنثق في الاداره، احنا عندنا اداره واعيه واداره قويه واداره حكيمه بتفهم ايه اللي النادي الاهلي عايزه وهي بتعمله. احنا عندنا اسطوره العالم الكابتن محمود الخطيب. فيا جماعه احنا دلوقتي كلنا لازم نقف ورا رجاله النادي الاهلي اللي هتلعب بكره، وان شاء الله لعيبه الاهلي برجالته اللي موجوده هتقدر تعمل احلى نتيجه وهترفع يعني رايه النادي الاهلي عاليه. اما بالنسبه مثلا ان احنا عندنا ماتش خسرناه، دي رياضه، رياضه فوز وهزيمه. لعيبه النادي الاهلي يا باشمهندس و لعيبة النادي المصري منهم لعبوا في افريقيا، يعني النادي الاهلي لعب اكثر من الزمالك 7 مباريات، 6 في افريقيا وواحدة في السوبر. والنادي المصري برضو لما لعب في البطولة الافريقية بدأ النتائج بتاعته تهتز شوية. ليه؟ لأن في ضغط، احنا بنلعب أكثر من أي فريق. ودول مش دول بني آدمين مش آلات. يعني بيتعبوا وبيبذلوا كل مجهود. مفيش حظ يبقى خلاص مش هنعلق المشانق للعيبة. عندنا مدرب محترم اسمه حسام البدري بيعمل كل حاجه. يا جماعه بنروح على الرجاله بتاعتنا، احنا عندنا رجاله بتعرق وبتجري مش مخليه بجهودها جهد. انا بشكر كل لاعب في النادي الاهلي وبشكر الاداره وبشكر الكابتن حسام البدري المحترم عشان هو راجل اهلاوي وبيحب النادي الاهلي. اما في نقطه صغيره لو تسمحوا لي، يعني الاستاذ اسلام اللي بيطلع مع كابتن خالد غامض، والنبي ما تتجاوز، اعمل معروف ما تحرجناش والله. والنبي ما تتجاوز. لا ما فيش تجاوز. انت عارف بص يا باشمهندس انا عمري ما تجاوز. بس اتفضل. اللي بيحب النادي الاهلي عمره ما يغلط في حد. بالظبط كده، لان احنا ماشيين على مبادئ النادي الاهلي، غلط ممنوع. انا بتكلم ان هو قعد وقال ان كابتن محمود الخطيب ما بيحبش ان الكابتن حسام البدري ومش عايزه والاجتماعات. ما دي فرصه بقى. طب ممكن بقى انت ده اللي احنا بنقوله. طب ده واحد ما بيحبش الاهلي وبيتكلم عليه كده، ازاي حد بيحب الاهلي يتكلم كده او يطلب ده؟ هو دي النقطه. دع الاداره تاخد قرارها بالشكل اللي ترى فيه مصلحه النادي. لكن احنا النهارده عندنا ماتشات وفي ناس مسؤولين، لازم ندعمهم، لازم ندعمهم. بس اللي بيحب النادي الاهلي بيقف جنب لعيبته وجنب ادارته الاول وجنب لعيبته وجنبه جهازه الفني. اما الناس التانيين اللي هم مفكرين ان احنا كجمهور مش فاهمين، لا احنا فاهمين قوي هم توجهاتهم فين، وبيحاولوا يكبروا اي مشكله صغيره
في النادي الاهلي وبيحاولوا يبرزوها ويضخموها. لا احنا فاهمين كلامكم كويس، احنا كاهلاويه اللي هم بيقولوا إيه الاهلي إيه جمهور الزمالك اكتر من جمهور الاهلي، لا بالعكس احنا عندنا جمهور الاهلي مش ملايين في مصر، احنا اكتر من 80% من شعب مصر اهلاوي بالفطره. احنا اهلاويه ده احنا دمنا لونه احمر وبنحب اي واحد ينتمي للنادي الاهلي زي المحترم معالي المستشار تركي الشيخ. الراجل بيقول يا جماعه انا اقدر ادعم النادي الاهلي واقدر اعمل للنادي الاهلي. الراجل يا دوب يعني بيبرز حبه، ده راجل محب للنادي الاهلي. اتعمل حفله امبارح ان هو بيحاول يعمل ان هو رئيس النادي ورئيس تركي الشيخ رئيس النادي الاهلي. ما بلاش اسقاطات وبلاش ان هم يحاولوا يخلقوا مشاكل. احنا بندعم الاداره بتاعتنا المحترمه كابتن محمود الخطيب احسن لاعب في افريقيا، اول لاعب مصري ياخد الجائزه دي. راجل بمنتهى الاحترام، ما بيطلعش في التلفزيون يتكلم ياما، ما بيغلطش في حد، راجل لسانه عفيف، راجل محترم. احنا بنشكر ربنا ان احنا عندنا اداره زي كابتن محمود الخطيب المحترم اللي ساب المستشفى ونزل للنادي الاهلي. يا جماعه خدوا دروس من اللي بيحصل في مصر. راجل راس الهرم الاهلاوي ساب صحته، ما دورش على كيانه، ما دورش على بيته، ما دورش على صحته، لا النادي الاهلي اولا. احنا كلنا بدأ النادي الاهلي، كلنا لازم ندور على الاهلي وندعم النادي الاهلي، ده الاهلاوي اللي بيحب النادي الاهلي. اما اللي بيطلع يتكلم وبيقول نشكرك يا حبيبي كتر خيرك حتى نتيح الفرصه للاخرين. في تليفونات ولا خلاص نتكلم؟ طيب الاهلي والترجي احنا يعني ده راي الجمهور سريعا هنحاول ناخد، لان احنا بتعتبوا علينا كتير ان احنا ما بناخدش مكالمات، لكن بقدر الامكان بين الفقرات هنحاول نسمع راي اكبر عدد ممكن من حضراتكم. استاد برج العرب، استاد الجيش في برج العرب بكره الساعه 9 مساء، الاهلي والترجي، مباراه يديرها طاقم الحكام السنغالي اللي الاتحاد الافريقي صمم عليه، رغم ان هو الا ادار اخر مباراه للاهلي مع الترجي في نفس الملعب بقياده ملنج دي هيديو. ده ادار مباراه 16 سبتمبر 2017 في نفس الملعب، والمباراه اللي انتهت 2-2، والكابتن حسام البدري حتى لما اتكلم احنا ليه متحفظين على هذا الحكم؟ قال ان احنا كنا ابدينا تحفظنا لانه هذا الحكم كان له من القرارات الخاطئه المؤثره في نتيجه المباراه ما كان واضحا للجميع. لكن بغرابة جديدة جدا لجنة الحكام بتختار نفس الحكم لنفس الفرقتين في نفس الملعب، وكأنها كتب علينا الأمر يعني على التوالي يعني. يلا بإذن الله ربنا يوفقه. الأهلي لعب مع الترجي 16 مرة ويحكم بصفارة محايدة يا رب. الأهلي فاز في 6 مباريات، الترجي فاز في 3 وتعادلوا في 7 مباريات. الأهلي سجل في الترجي 18 هدف والترجي سجل في الأهلي 11 هدف، يعني المسألة قريبة من بعضها. نشوف في هذا التقرير قمة العرب بين الأهلي والترجي. أن يكون اسمك الأهلي وانت اسمك الترجي، أن يكون الملعب اسمه برج العرب، وأن تكون البطولة هي الأهم في القارة السمراء، هذا كفيل أن ينتظرك عشاق الساحرة المستديرة في مصر وتونس خاصة وإفريقيا عامة. يا لها من قمة مبكرة لبطولة كبيرة، ما أروعها منافسة وإثارة بين فريقين كبيرين، الترجي دولة، الأهلي ملك ملوك إفريقيا. ما عليك إلا تجهيز أدوات التسالي في البيوت والمقاهي غير المحظوظين في المدرجات لوجبة كروية دسمة جدا. المواجهات السابقة تنذر بقمة الغضب، الأهلي خسر في الدوري أمام الزمالك وفي الكاس أمام الأسيوطي، هذا يكفي للانفجار أمام أي منافس قادم. الترجي خسر من الأهلي في آخر مواجهة في سبتمبر 2017 برادس، وقبلها الفوز التاريخي للأهلي في نهائي بطولة 2012 في رادس أيضا، هذا يكفي لغضب الترجي. الفريقان لعبا معا 16 مباراة منها 14 لقاء في دوري أبطال إفريقيا. الأهلي فاز على الترجي 6 مرات وسجل 18 هدف،
خسر 3 مباريات، دخل مرماه 11 هدف، التعادل كان قاسما مشتركا 7 مرات. الأهلي هو بطل الدوري في مصر، الترجي بطل تونس. الأهلي خرج من الكأس وسبقه الترجي في بلاده، فمن يفوز؟ يتسلم اللاعبون في الفريقين أوراق الأسئلة في 9 على أن ينتهي الامتحان بعد 90 دقيقة بإعلان النتيجة مباشرة التي نتمناها أهلوية إن شاء الله. إذا كان ترجي دولة زي ما بيقول الأشقاء في تونس، فالأهلي أمة. يعني أعتقد بين الناديين من القيمة والعلاقة باشمهندس ما يجعلها فعلا قمة علاقة عربية محترمة حقيقية، علاقة محترمة تجسد الروح الرياضية اللي بينهم، ويعني تاريخيا حتى أعتقد أن سمو الامير صاحب السمو الملك عبد الله الفيصل كان رئيس شرف الناديين. ففي علاقه تاريخيه من زمان، حتى في التجذر داخل المجتمع التونسي والمصري في شبه. في كل الاحوال احنا نتمنى ان يظل الود ده قائم رغم ان كل التحديات احنا وهم. وعلى راي مدرب الترجي بيقول لك ده نهائي، نتمنى ان يكون نهائي برضه، يعني نتمنى تكون ضربه البدايه هي اهلي والترجي وضربه النهايه الاهلي والترجي. طيب هذه الاميره السمراء بقى التي يحاول الكثيرون خطب ودها، بدات بهذه الفكره الجديده من عام 97، يعني من 97 تغيرت بطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري الى دوري الابطال على النسق الاوروبي، وبدأت البطولة تعمل لها مجموعات. كان الأول قائمة على أول كل مجموعة بيتأهل للمباراة النهائية، فضلت على هذا الشكل لغاية لما تم تقسيمها إلى بعدها إلى 2001 أصبح التأهل للأول والتاني. يعني من 97 ل 2000 كان التأهل أول كل مجموعة بيلعب فاينل مباشرة، بعد كده بقى أول وتاني كل مجموعة وبقى في دور للسيمي فاينل. لغاية 2017 تغير النظام، بقى دور المجموعات بدلا من دور الثمانية نزل بقى من دور الـ16، وبدل ما كان من مجموعتين أصبح من 4 مجموعات بيتأهل أول وتاني كل مجموعة. ده اللي تم العمل بيه من بطولة العام الماضي. في القرعة الحالية دخل الأهلي والترجي في مجموعة واحدة. حكاية الأهلي مع دور المجموعات لعب فيها 14 مرة تأهل من خلالها 9 مرات، حصل على البطولة في 9 مرات 6 مرات. نشوف قصة الأهلي ودوري المجموعات في أميرة البطولات في هذا التقرير. بداية ونهاية، لا ينكر أحد أن البداية مهمة في مشوار البطولات من أجل نهاية سعيدة. قادر إن هو يتقدم بشكل جيد، ودي كرة معدية ودي أثاره يعاني 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 على الأهلي. هو نادي القرن في إفريقيا، هو الأكثر تتويجا في القارة بعدد 20 بطولة، الثاني في العالم بعد ريال مدريد. سيخوض دور المجموعات للمرة 15 في تاريخه. في المرات السابقة تخطى هذا الدور 9 مرات بنجاح، نجح في الحصول على اللقب في النهاية 6 مرات. في دوري أبطال إفريقيا رقم جديد، لكن الأهلي صاحب الأرقام، الأهلي الرائع. في 9 PM الجمعة سيكون على موعد الترجي مع بداية انطلاقي دوري المجموعات بشكل الحديث للـ4 مجموعات للمرة الثانية. منذ انطلاق هذا النظام عام 97 لم يشارك الأهلي إلا عام 99 لظروف توقفه عن المشاركات الإفريقية عقب أحداث السوبر في يناير 94 بجوهانسبرغ. البداية كانت ترشيح أول المجموعة فقط، لم ينجح الأهلي في عامي 99 و2000. في بطولة عام 2001 وصل انتصاراته حتى حصل على اللقب في النهاية بعد غياب 14 عام. بكلمة الافتتاح كانت بيبو في الدقيقة 6، يا سلام
نادي الاعلام الحمراء تحمر مدرجات النادي الاهلي. تعتبر الفتره من 2005 حتى 2013 هي الفتره الذهبيه للاهلي في دور المجموعات بالتفوق فيها الحصول على اللقب اعوام 2005 2006 2008 2012 2013 كاد أن يحققها عام 2007 لولا الأخطاء العرجونية في النهائي أمام النجم الساحلي وحرمان تريكا وناوي من ضربتي جزاء. كاد أن يفعلها عام 2010 لولا يد النيجيري إنارمو بمساعدة الحكم الغاني لامبيتي الذي شطب نهائيا في العام الماضي بعد اتهامه بالتلاعب في نتائج المباريات. مباراة الغد هي بداية مشوار طويل في دور المجموعات تعقبها لقاءات مع كامبالا سيتي الأوغندي وتوانشيب رولرز البوتسواني. الأمل كل الأمل أن تحقق البداية أحلام النهاية السعيدة بالفوز باللقب بإذن الله. يعني تقرير ابتدى بالمباراة اللي كسبناها 2-1 بتاعت أهداف ناجي جدو ووليد سليمان. المباراة دي شهدت غياب ألمع نجوم النادي الأهلي وخارج الأرض، وكنا متعادلين في مصر. من أفضل المباريات التكتيكية لحسام البدري. حسام البدري، ولذلك مش عايز الجمهور يسلم يا إخوانا. يستطيع الأهلي أن يفعلها كما فعلها قبل هذا. مباراة رائعة ولعبت بالسيد حمدي ولعبت بجد حسام غالي كمان عمل وحسام غالي عمل ماتشات رائعه. كانت طارق دياب يعني قال له اشكرك انت متعتنا كوره اليوم. متعتنا كوره. فاعتقد باذن الله الاهلي يستطيع ان يحقق نفس الفوز باذن الله. بس الترجي جت الاسكندريه على متن طائره خاصه، لكن الترجي عنده أوجه تشابه الحقيقة مع الأهلي خاصة السنة دي. فإذا كان الأهلي عنده عدد كبير من لعيبته مع المنتخب الوطني اللي هيستعدوا إن شاء الله لكأس العالم، الترجي عنده أيضا العدد الأكبر من لعيبته مع المنتخب التونسي اللي رايح كأس العالم. الأهلي أخذ الدوري مبكرا، الترجي أخذ الدوري مبكرا. الترجي فاز بلقب الدوري قبل نهايته بثلاث أسابيع، الأهلي بستة الترجي بثلاثة. لعب 25 مباراة لغاية دلوقتي، جاب فيهم 57 نقطة بفارق 10 نقاط كاملة عن النجم الساحلي الوصيف بتاعه. الترجي لسه ليهم مباراة واحدة مع شبيبة القيروان هيلعبها يوم الأربعاء الجاي. الأهلي ليهم مباراة مع المصري لسه مؤجلة لنهاية الشهر. الأهلي خرج من دور الثمانية لكأس مصر أمام الأسيوطي. الترجي خرج من بطولة كأس تونس، ولكن في دور الـ 32 أمام فريق نجم المتلاوي بهدف سجل في الدقيقة 118 بعد ما نجم سعد بقير ضاع ضربة جزاء في الدقيقة 59. يعني الترجي اتحسبت له ضربة الجزاء، الأهلي ما اتحسبتلوش ضربة الجزاء، بس ما كانش عندهم الحكم اللي حكم للأهلي والأسيوطي. خالد بن يحيى هو المدير الفني، مدرب وطني زي حسام البدري. تم الاستغناء عن الكابتن فوز البنزرت المدرب التونسي الكبير، واسندت المهمة إلى خالد بن يحيى لتدريب الترجي. خالد بن يحيى مدافع، حسام البدري مدافع، ففيه فكر دفاعي يقود الفريقين. خالد بن يحيى اختار 21 لاعب جيبيهم برج العرب، حسام البدري اختار 23. جاي من اللعيبة اللي موجودة مع القائمة التونسية معز بن شريفية وعلي الجمل وسامح الدربالي ومحمد أمين المسكيني وحسين الربيع وأيمن بن محمد وشمس الدين الزودي وخليل شمام وفرانك كوم وفوسيني كوليبالي وجيلان الشعلالي ومحمد علي منصر وسعد بقير وأنيس بن حتيرة وأنيس البدري وطه ياسين الخنيسي أفضل اللاعبين وهدافه، ويوسف البلايلي وبلال المجري وآدم الرجايبي وهيثم الجويني وماهر بالصغير. الصحافة التونسية يمكن في كلامها لا يعني حتى اهتمامهم بالمباراة جايين في طيارة خاصة. ايوه، وجايين قبليها بكام يوم بالظبط. لا، ما هي دوري الأبطال عند الترجي بطولة مهمة جدا. المين تارجت أو الهدف الأساسي دايما وأبدا في كل موسم بيشاركوا، هتلاقوا الترجي عنده هذا الاستعداد
الكبير للبطوله، فريق جدير باحترام فعلا. عشان كده حتى لما بيخسر من الاهلي بيبقى عنده نفس التقدير للاهلي وقيمته. الصحافه التونسيه قالت لازال كابوس خروج الترجي من دوري الابطال الموسم الفارط، يعني الموسم اللي فات، على يدي الاهلي يؤرق ويؤلم كل التراجيين. والممرن بن يحيى اللي هو المدرب يعلم ويدرك اكثر من اي شخص اخر قيمه واهميه المواجهه ضد اعرق الفرق المصريه واكثرها انجازا وشهره وشعبيه وامجادا. قالوا ان ممرن الترجي مقتنع بان تجاوز عقبه الاهلي ولو في دور المجموعات لها مكاسب متعدده سواء بالنسبه للترجي او للمدرب نفسه. وقالوا ان بن يحيى متاكد بان نسبة كبيرة من حظوظه بالبقاء على رأس الترجي تمر عبر الإطاحة بالأهلي. يعني عشان يقنع الإدارة، إدارة الترجي، إنه يقدر يكمل، طب لو شاطر اكسب لنا الأهلي. ده لسان حالهم حسب الصحافة. أو في أسوأ الحالات العودة بأخف الأضرار من برج العرب ثم كسب مواجهة الإياب. فالترجي في أمس الحاجة إلى فوز معنوي يزيح عن جماهيره الصفحة المؤلمة للموسم الفارط. بن يحيى أكثر الناس قناعة بأن الإنجاز الوحيد الذي يمكن أن يخلده في الترجي هو إحراز رابطة الأبطال، ودون ذلك فإن معلول سيظل متفوقا عليه. وبن يحيى يعلم في قرارة نفسه أن إرثه منقوص مهما فعل، إذ لم يتوج بأمجد الكؤوس الأفريقية. وقالوا في تحدي فردي، لكن ده عادي جدا، ده مفهوم وده منطقي. من حق بن يحيى أن يترك بصمة خالدة في ناديه. لهذا السبب بالذات سيكون ممرن الأحمر والأصفر اللي هو الترجي في أهم وأصعب اختبار في برج العرب، لأن المواجهة تتطلب من الإطار الفني درجة كبيرة من الواقعية والانضباط والتوفيق في اختياراته البشرية والفنية، مثلما تفرض عليه إحكام التعامل مع خصوصيات اللقاء نفسيا وذهنيا. وخصوصيات اللقاء نفسيا وذهنيا، هنا أتمنى أن احنا نتعلم الدرس شوية في مواجهة الشمال الإفريقي. الكرة العربية في الشمال الإفريقي بقوا محافظين الطبيعة المصرية، وعارفين إزاي يستهلكوا تركيز اللاعب المصري، وإزاي يستفزوا تركيز اللاعب المصري، وإزاي يخرجوه عن شعوره، وإزاي يستهلكوا الوقت، وإزاي يهدوا إيقاع المباراة، وإزاي يموتوها وقت ما هم عايزين. دي النواحي النفسية والذهنية اللي الصحافة التونسية بتتكلم عن خصوصيتها، إنه اللي رايحين برج العرب لابد إن هم يدركوا خصوصية التعامل النفسي والذهني مع الكرة المصرية. مسائل الحياة نتمنى ان احنا نعيها كويس يا باشمهندس. دائما الجوانب المعنوية اصبحت لها دور مهم جدا في كرة القدم. صحيح. دائما. صحيح. لدرجة ان كاتب المقال اختتمه بيقول له استغل الظرف الغير مواتي الذي يواجه الاهلي الان، ها دي فرصتك. مش هتلاقيها كتير. واحنا بنقول الأهلي عودنا أن يخرج من الأزمات أكثر قوة وأكثر صلابة وأكثر طموح، وراء جمهور واعي قادر على أن يبث الثقة في نفوسه وفي نفوس لاعبيه، وتاريخ وشخصية لاعبين وجهاز فني بتقول نحن لها، وعند الصعاب بتشوفوا المعدن بتاعنا شكله إيه. بإذن الله نحقق النتيجة التي نطمح فيها جميعا في هذا اللقاء. شوفوا الكلمة المهمة جدا اللي المهندس عدلي أشار ليها، وأنا نفسي نقف عندها كتير، شخصية الأهلي. شخصية الأهلي دي يا جماعة لازم تتبدى وتظهر في كل حاجة. الجمهور اللي رايح استاد برج العرب بكرة، اللي نأمل إن شاء الله تعالى يكتمل بالعدد المسموح به، لازم يتحلى بشخصية الأهلي. المشجع اللي بيتحلى بشخصية الأهلي معروف تاريخيا شكله، معروف التزامه، معروف انضباطه، معروف حماسه، معروف دوره. هو مش رايح متفرج اكتر ما رايح مشجع. عايزين 1-0، يعني ماكسيمم 1-0، كده كده ده بنلعب على البوينت، ما بنلعبش على الذهاب وعوده، واتمنى ان احنا نشد حيلنا. الاهلي برضه مهما حصل فيه هو النادي الاهلي، احنا ابطال على اي حد، احنا النادي الاهلي.
احنا هنكسب باذن الله الترجي وهنعدي باذن الله المجاميع وباذن الله هناخد بطوله افريقيا عشان نسكت اي لسان يتكلم عن النادي الاهلي. انا بقول للاعيبه النادي الاهلي احنا مش 15,000، احنا حوالي 75 مليون قاعدين منتظرين المباراه ديت، قاعدين مستنين لعيبه الاهلي الرجاله اللي هي على طول اللي هي سبب البسمه وهي سبب اسعادنا كلنا في ظل الظروف اللي البلد بتمر بيها. واتمنى ان لعيبه الاهلي بجد تركز في المباراه دي لان هي دي مفتاح البطوله باذن الله. طيب الجمهور عنده أو بعض الآراء من الجماهير عندها هذه الثقة. هذه الثقة يا جماعة لازم تظهر في المدرج، لازم تظهر في الدعم، لازم تظهر في المساندة. ضربة البداية مهمة، ضربة البداية في المجموعات ما هياش بالمجموعات بالنقاط، يعني الفوز 1-0 يديك 3 نقاط إن شاء الله. فبالتالي علينا فعلا نتحلى بكل هذه الثقة في دعم الفريق. كل واحد لازم يقوم بدوره تجاه النادي الاهلي. مش ممكن تكونوا بتحبوا الاهلي عشان بيسعدكم في لحظه السعاده فقط. لا، اللحظه لا، وهم المدش عودونا كمان جمهور بالذات اللي بيروح الملعب انه واثق في فريقه جدا وداعم جدا عشان كده بيرجع مبسوط. بس باذن الله يظل على هذا النمط يعني. طيب علشان نكون في الصوره، بالاضافه لمباراه الاهلي في 7 مباريات ايضا في دوري الابطال في هذه الجوله اللي هي الجوله الاولى بكره وبعده. في المجموعه بتاعتنا الاولى بيلعب تاون شيب البوتسواني مع كامبالا سيتي في بوتسوانا، دي مباراه بكره الجمعه. يبقى تاون شيب البوتسواني هيلعب في ملعبه مع كامبالا سيتي. خدوا بالكم الجوله الثانيه كامبالا سيتي هيستقبل الاهلي والترجي هيستقبل تاون شيب. المجموعه الثانيه فيها الوداد الجزائري او مولوديه الجزائري هيلاعب الدفاع الحسني الجديدي المغربي، ومازيمبي الكونغولي العنيد العتيد هيلاعب وفاق سطيف الكبير ايضا المباراه في الكونغو. المجموعه الثالثه صن داونز الجنوب الافريقي هيستضيف الوداد المغربي، ده يوم السبت. وفي نفس اليوم في هذه المجموعه اللي هي الثالثه توجو بور التوجولي هيستضيف الحرية الغيني، الحرية كوناكري الغيني. المجموعة الرابعة أول أغسطس الأنجولي بيستضيف النجم الرياضي الساحلي التونسي يوم السبت. وفي نفس اليوم زيسكو يونايتد الزامبي بيستضيف سوالز السوازيلندي، دي يوم السبت يا باشمهندس. فرق قوية جدا كلها الحقيقة، بطولة قوية جدا جدا المرة دي، أسماء كبيرة. نتمنى ان الاهلي بس يتجاوز مباراه الافتتاح دي بالظروف اللي احنا فيها دي، وباذن الله الاهلي يحقق هدفه باذن الله. طيب اذا بصينا للقائمه اللي كابتن حسام البدري مختارها، يعني عنده 3 حراس مرمى، شريف اكرامي بخبراته العاليه جدا الكبيره، حراس المرمى ما فيهاش مشكله باذن الله. شريف والشناوي ايهما بخبراته لهم الاولويه، هيبقى لهم الاولويه طبعا بالخبرات اللي احمد فتحي القايمة فيها في الناحية اليمين. أحمد تعيدنا نحط التشكيل ده أول مرة هنعملها. لا 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 الناس العناصر المتحدين. لا هو ريح أحمد فتحي الماتش اللي فات، ما هو ده بيتصق بقى مع البعض بينادي بيه. ريح كابتن أحمد فتحي عشان يقدر يستفيد منه، وعلي معلول كان ممكن يشترك لكن فضل أنه يريحه أيضا. وغالبا هيشترك غدا يعني ولو في جزء من المباراة. فانت بيسترد اللعيبه، بس هو مفاجاه جاي لبيخ في الاصابه يعني. لكن باذن الله باذن الله تكتيكيا كابتن حسام يستطيع ان يعوض هذا الكلام. وانا يا اخي كل ما اشوف السوليه كده، شوف السوليه وطوله الفارع وحالته البدنيه، لما يمكن نكتشف ستوبر جامد جدا لمصر. يلعب سيرد باك كويس. انا ما اعرفش، انا من ايام الاسماعيلي على فكره لعبها مره. اعتقد لعبها مره وكان موفق فيها. هو عندنا كذا لعيب جوكر باذن الله يقدموا لنا حلول. وعنده هدوء وعنده تركيز وعنده بدنيا، عنده نضج في شخصيته، وعنده طول كويس، جاهزيه بدنيه. لكن يمكن الماتش ده يبقى صعب، انا بتكلم كده خاطر جالي. يعني هو جرب في ايمن اشرف ونجح جدا ايمن اشرف. فربنا هي فكره اعاده التدوير واعاده التوظيف، عندنا مرونه بتستكشف قدرات حتى كابتن احمد فتحي
ما البعض كان بيقول انه في منتخب مصر يقدر يستفيد منه في الحته دي. اها. يعني قد تضطرنا الظروف احيانا ان احنا نعمل تغييرات غير تقليديه، ولكن ربما تكون هي بدايه انطلاقات جيده جدا. طيب الشق الهجومي في ما شاء الله وفره كويسه، يعني الناس تطمن. مين؟ وليد سليمان موجود. لا انت بتتكلم من تحت الفراوده بقى والاطراف والشق الهجومي. لكن الشق الهجومي عندك مروان محسن وصلاح محسن. اي المحسنين يستطيع ان يحسن. وراهم وليد سليمان موجود. جونيور اجاي طبعا غايب. نتمنى ان اللعب الجماعي يكون نجم هذه المباراه، نتمنى الروح القتاليه تسود، نتمنى الروح الرياضيه تغلف هذه المباراه، نتمنى توفيق تحكيمي، نتمنى مؤازره جماهيريه تليق بالنادي الاهلي. هذه هي يعني امنياتي، وما تجرجرنيش بقى التشكيل ومين يلعب ومين ما عملش، مش بتاعتنا. طب احنا هنستقبل برضو لانه التليفونات بتلح علينا، فاحنا يعني بالحقيقه بنبقى فعلا متضايقين ان احنا نسيب بعض من الناس على التليفونات فتره طويله، والضغط من الجمهور على التليفونات بيخلينا فعلا اسفين جدا على ان احنا نلبي طلبات الجميع طبعا. وبعدين في ناس يا باشمهندس مش عايزه تستوعب انه في فريق ممكن يخسر. صديقك العزيز المستشار نبيل في اسيوط دخل المستشفى بعد مباراه الاسيوط. يا ساتر. دخل العنايه. انا عارف دخل العنايه. بيعيا انا عارف والله والله العظيم بيعيا. في الاستاذ عبد العزيز يمكن النهارده بعت لي، عبد العزيز عماره على الفيسبوك، يعني بيقول لك ادعوا لي انا في المستشفى من بعد مباراه الاسيوط. لا مش كده يا جماعه، مش كده. ولو ان انت بتقول لي مين؟ ما احنا حالتنا بتبقى كرب برضه يا ابراهيم، كرب. عايزين الناس اللي مش متعود على الهزيمه بتبقى صعبه عليه. ده كتر خير الناس تاني. والله لانه فعلا ثقافه ان انت تقدر ما تتخيلش فريق ممكن يخسر. طب من كفر الشيخ في مكالمه تاخدها؟ طيب مين؟ المعداوي؟ ايه اهلا بيك، اتفضل. ازيك يا استاذ علي؟ اهلا بيك، اهلا بيك. حسام المعداوي؟ اهلا بيك يا استاذ حسام. انا عايز اقول كلمتين اتنين وخلصت. اتفضل. مش عارفين يعني. اتفضل. انا فخور ان انا اهلاوي. تمام. انا فخور ان انا راجل اهلاوي تمام. انا من بلد حسام غالي. تمام. انا من بلد الكابتن حسام غالي. انا فخور ان انا راجل اهلاوي ثم اهلاوي ثم اهلاوي. من تمام بيه لا. وستظل فخورا والاهلي مصدر فخرك. شكرا. اشكرك يا استاذ عدلي. شكرا يا بيه. شكرا يا استاذ معداوي. استاذ يسري من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ ابراهيم باشمهندس عدلي. اهلا بك يا استاذ. اتفضل يا حبيبي. اهلا بحضرتك. بداية احب اقول لجمهور الاهلي طول ما في قامات قيمة وقامة زي باشمهندس عدلي واستاذ ابراهيم ومعاهم الكابتن الكبير محمود الخطيب ما تخافوش على الاهلي. الله يكرمك. طول ما فيه جمهور بيحب الاهلي الناس تطمن عليه. اكيد اكيد. هو الاهلي خسر كم ماتش يا استاذ ابراهيم؟ عشان فضايح وزلزال وبركان وتغيير. ليه كده؟ ليه؟ ليه النفوس الضعيفه المريضه دي؟ عشان تهيئه الاجواء انك تتلقى الهزيمه على هذا النحو. تمام. هو بس سؤالين كده. الحكام بشر بشر بشر. ما بقالها بشر ونحط حكم آلي. اللي ظهر في اليومين دول صحيح. تصور انه ممكن يكون الحل. يعني وبعدين احنا ما بنشوفش اي مساءله الحكم بيعمل كارثه في ارض الملعب. يعني فريق بيخسر بطوله بصفاره. وما فيش اي لوم عليه. ومش عايز اتكلم على تحكيم شفناه في ماتش امبارح، مش عايز اتكلم عليه. عايز اتكلم على ناس بتلف القنوات الفضائيه تشتم وتسب. دي حاجه. في حاجة بس عايز أتكلم فيها. ممكن أقول فكرة صغيرة، تشكيل ممكن يلعب بيه بكرة حسام؟ قول حر يعني، ولو إنه يعني من الناحية الموضوعية. قول يا أستاذ، قول قول. باشمهندس عدل لمح بحاجة دلوقتي. أحط أيمن أشرف والسلية جنب بعض، ومحمد هاني وعلي معلول وأحمد فتحي يلعب خط النص.
الا اذا كان سعد سمير سليم يبقى ما فيش داعي للتغيير. للتغيير الجذري ده مجرد راي. ماشي. سؤال بسيط، هل في مصر فيها اعلام رياضي؟ ما اعتقدش. لا فيها اعلام رياضي طبعا، بس في اعلام رياضي في ملاحظات عليه يعني اداؤه عامل ازاي، انما في طبعا بالعكس يمكن مصر اعلامها الرياضي افضل بكتير جدا من دول عربيه مجاوره لينا، لكنه اداؤه عليه تحفظات كتيره. يعني انا اقصد يا استاذ ابراهيم اللي قاعدين بيقدموا برامج رياضيه، هل دول فاهمين الاعلام صح؟ هو احنا مش عايزين نهاجم الناس، بس خلينا بنتكلم على وقائع، ما نقدرش نعمم يعني، ما نقدرش نقول كده. لا انا ما بعممش، بس اللي احنا بنشوف ان في بعض يعني مقدم بعض ادي. طب خلاص طالما انه بعض خلاص خليها بعض. يعني دول بيسكبوا النار البنزين. ايوه انا معك، اشكرك. الاهواء بساعات بتحكم. ونتمنى بكره باذن الله النتيجه فعلا باذن الله. يا رب يا رب ان شاء الله باذن الله. استاذ يوسف شكرا. استاذ يسري. استاذ امجد من القاهره. استاذ اسماعيل. اسماعيل اهلا بيك يا استاذ اسماعيل. وامتى النادي الاهلي يعني هيجيب لنا دفاع؟ هتجيب لك ايه؟ دفاع؟ كان يقول جابوا احمد سامي وحبه كده ومحمد مجدي، وما جابوش حد خالص. ماشي يا حبيبي. لا هتلاقي تدعيم كويس في نهايه الموسم ان شاء الله يا اسماعيل. وصانع العاب مين اللي جاي؟ محمد ابراهيم برضك جاي ولا مين؟ ما هو مش هينفع على الهوا يعني. على الهوا يعني ده اللي انا عايز اقول لك يا اسماعيل، انت ما انت عارف الاهلي ما بيتكلمش على الهوا كده. في الوقت المناسب الحاجه اللي بتخلص بتعلن للناس. شكرا يا اسماعيل. استاذ سيد من القاهره. ماشي يا شوارب اهلا بيك. ايوه اتفضل. ايوه السلام عليكم استاذ ابراهيم. وعليكم السلام ورحمه الله. مساء الخير عليك يا باشمهندس عدلي. مساء النور يا حبيبي. الدكتور سيد الماظ من كليه طب قصر العيني مستشفيات جامعه القاهره في مركز السكر والغدد الصماء. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور، اتفضل يا دكتور. اهلا بحضرتك. انا معايا قصيده عن النادي الاهلي، احب في الظروف دي عشان نؤكد انتمائنا وولائنا ووقوفنا مع النادي الاهلي. طب ما تقول لنا منها ابيات، ما تقولش القصيده كلها يا دكتور. نعم قول لنا منها ابيات يعني. هنسيبك تقول، قول بس على الله يكون بسرعه شويه. اتفضل. اول اربع خمس ابيات بس، انا على اساس الاستاذ ابراهيم المنيسي ينشرها لك في ان انا اجي له واسلمها له كامله ان شاء الله. ماشي يا دكتور. اتفضل يا دكتور. طبعا اهلا وسهلا يا باشا. اتفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. عش للمبادئ قلعه وشعارا، يا من لاجلك انشد الاشعار، وارفع صروح المجد بازخة الذرى، تستلفت الأحلام والأنظار، وافخر بجندك إنهم لك عدة، في كل أمر يرتجي الأحرار، رفعوا لواء المجد يخفق عاليا، للحق والخلق النبيل منارا. بارك الله فيك يا دكتور، بارك الله فيك. انت قلت اربع ابيات اروع من بعض الاربع ابيات، ما اعتقدش ان الاستاذ ابراهيم هيجد اجمل من كده عشان يعني ينشره ان شاء الله. بس انا يعني كنت عاوز اعرف ازاي اقابل الاستاذ ابراهيم. انا تعالى شرفني في اخبار اليوم اي يوم السبت او الحد او اي يوم بالنهار انا موجود يا دكتور، واعتقد شوف تليفوني الاعداد ممكن يديهولك تتواصل وتشرفنا يا دكتور. خلاص ماشي. الساعه كام يبقى مناسب؟ هنضرب ميعاد على الهواء، خلينا الاعداد هيقولوا لسعادتك وهيسيبوا لي رقم تليفونك ويدوك رقم تليفون. ماشي يا دكتور. شكرا. شاكرين شاكرين، وربنا ينصر الاهلي دائما يا رب. ان شاء الله يا دكتور. شكرا يا جزيلا ليكم للاهلي، ويخلي الاهلي لينا كلنا. ماشي ان شاء الله يا دكتور. شكرا جزيلا يا دكتور. الله يعافيك. الدكاتره. طب الاستاذ انس من القاهره. استاذ انس قاطع ولا ايه؟ استاذ انس يبدو طيب. هنروح برج العرب في تقرير للزميل محمد سعيد من معسكر الاهلي في فندق العرب في برج العرب. نطمئن على احوال الاهلي ليله المباراه عامل ازاي.
بالنسبه لفريق النادي الاهلي اليوم الجهاز الفني اطمأن على حاله كل اللاعبين اللي في المعسكر المغلق. 23 لاعب النهارده كانوا موجودين في التدريب الاساسي والرئيسي على استاد برج العرب. بشكل كبير الجهاز الفني قدر يوصل للتشكيله المثاليه اللي ممكن يخوض بيها مباراه الترجي التونسي. قد يكون فيها تغيير او اثنين على التشكيله الاساسيه اللي ظهر بيها الاهلي خلال الفتره الاخيره. ممكن نشوف احمد حمدي في التشكيله الاساسيه، صلاح محسن، وجود باقة كاحد الحلول في الشوط الثاني. عموما النهارده الجهاز الفني اطمأن على الحاله البدنيه، كل اللاعبين اتدربوا. احمد فتحي ظهر بشكل جيد، علي معلول، سعد سمير، لملا قد يتواجد الثلاثي في التشكيله الاساسيه. لكن الجهاز الفني من خلال هذه التوليفه، من خلال هذه المجموعه، اطمأن على حاله اللاعبين. والجهاز الفني بيضع مباراه الترجي كبدايه وخطوه مختلفه تماما بالنسبه لفريق النادي الاهلي. الحاله المعنويه نقدر نقول ان النتائج السلبيه قد تكون عامل ودافع قوي للاعبين لتعويض ما فات ولانجاز ما هو قادم بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، لانهم يشعرون بالمسؤوليه في هذه المباراه، مباراه الترجي التونسي. والكابتن حسام في محاضراته والنهارده حتى في الملعب كان بيتكلم اللاعبين، وممكن معظمنا كان بيستمع بشكل كبير جدا لكلام الكابتن حسام، ان اللاعبين عليهم ان يضع هذه المباراه امام اعينهم كمسؤوليه كبيره جدا لجماهير النادي الاهلي لانجاز هذه المباراه والفوز وتحقيق الثلاث نقاط. لان البطوله الافريقيه دائما بتختلف بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، هي المحك الاساسي والرئيسي على مدار هذا الموسم والتواجد في كاس العالم للانديه. الكابتن محمود الخطيب كما تابعنا على مدار اليوم كان حريص على التواجد النهارده عصر اليوم مع الفريق في فندق الاقامه، توجه الى استاد برج العرب وتابع التدريب بالكامل. كان متواجد مع الفريق النهارده بالكامل في الاوتيل، ثم توجه الى الاستاد وتابع التدريب بالكامل. كابتن حسام البدري النهارده عمل محاضرتين، عمل محاضره بعد الغداء مباشره، وفي هذه اللحظات انا بتكلم معاكم عامل محاضره بعد العشاء. في محاضرات وفي جلسات كتيره جدا، نتمنى باذن الله ان كل هذه الامور الايجابيه اللي احنا شعرنا بيها منذ ان تواجدنا في المعسكر المغلق صباح اليوم تكون باذن الله ظاهره على ارض الملعب بشكل ايجابي جدا. تلك الاجواء، تلك الصوره، الاجواء في برج العرب، درجه الحراره والاجواء لا تختلف كثيرا عن القاهره، لكن في المساء وتحديدا في الساعه 9 مساء، يعني حتى في هذه اللحظات ونحن نقترب من الساعه 11 ومن منتصف الليل، لا درجه الحراره بتنخفض، الجو بالليل مختلف تماما عن النهار. نتوقع ان شاء الله نشوف مباراه باجواء اوروبيه في المساء وتكون سهره طيبه باذن الله بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، والاهلي باذن الله يعود لانتصارات ويفوز في اولى المباريات الافريقيه على فريق الترجي التونسي. عوده من جديد للاستوديو، الكلمه اليك كابتن عادل بقيعي والى الاستاذ ابراهيم المنيسي. طيب الاوضاع في برج العرب على مطمئنه وجه. يعني كل النواحي المعنويه، النواحي التنظيميه، حاله تركيز اللعيبه، اهتمام الفريق، وجود الكابتن محمود الخطيب داخل البعثه، اعتقد كلها اجواء الطقس بالاضافه للطقس في برج العرب تبدو مطمئنه. عموما هناخد كام تليفون قبل ما نطلع فاصل. الاستاذ سعد صيام من دمياط. استاذ سعد. السلام عليكم استاذ ابراهيم، ازي حضرتك؟ وعليكم السلام ورحمه الله. باشمهندس عدلي، ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب يا حبيبي. انا بقالي اكتر من 60 سنه بشجع النادي الاهلي. ربنا يديك الصحه يا استاذ سعد. الله يخليك ويبارك فيك. فانا مستمتع بيهم جدا في الكلام اللي بتقولناه، انتوا بتعلمونا يا استاذ عدلي ويا استاذ ابراهيم. ربنا يخليك، العفو. بقول بناء على كلام، على الكلام اللي سمعته في الحلقه بتاعت النهارده من الاستاذ عدلي، بقول تصحيح المعاني قبل تصميم المباني، وتشويه المعاني اخطر من تدمير المباني. حضرتك تعمل كده يا استاذ عدلي، صحح لنا المعاني اللي بتاعت شبابنا بيجهلها. لا لا العفو، انا بقول وجهه نظري اللي خلتني يعني متعايش بحب ونجاح في النادي الاهلي. بس هو لازم كده، يعني لازم نعرف الحب، يعني ايه حب؟ حب مش تكسير مش تحصيل. الرياضه بتدعو للحب، واحنا بقول كده مش انتقاد المحب في العلن. انت كده بتهده. لو بتحب ابنك، لو بتحب بنتك، لو بتحب زوجتك، لو بتحب حبيبتك، لو كثرة الانتقاد في العلن بيحطم. صحيح، الله ينور عليك. هو ده الكلام اللي عايز اوصله يا استاذ عدلي، وانت بتوصل اللي انا عايزه بمنتهى البساطه وبمنتهى السهوله يعني. ربنا يبارك فيكم، وانا فخور بيكم جدا يا استاذ ابراهيم، وان شاء الله تكون سنه خير، وبكره ان شاء الله هيكون نتيجه كويسه ومبشره باذن الله. باذن الله يا استاذ سعد، شكرا. اشكرك يا استاذ ابراهيم، اشكرك. شكرا جزيلا. اخيرا معانا، يعني احمد من الجيزه. استاذ احمد. يا فندم. اهلا بيك، اتفضل. مساء الخير يا استاذ ابراهيم. اهلا بيك، مساء الخير. بمس على استاذ عدلي. اهلا يا حبيبي، ازيك؟ يا فندم ما عايز بس اتكلم في نقطه بس معينه. اتفضل. اتكلم في عقنات الناس من 100 شهر كده، كان بيتكلموا على الجمهور الاهلي اللي حصل طلعوا قالوا يسكت ساعة الليل أغنية الحرية والكلام دوت. إيه إيه؟
لا تاني والنبي ما لحقتش افهم. قناه الناس لما كان في لواء واتكلم على التليفون دخل مجاخله. الو ايوه معاك يا استاذ ابراهيم. الو احمد، يا احمد قطع احمد ابراهيم من الغربيه. استاذ ابراهيم، استاذ ابراهيم معلش، واضح ان الضغط على التليفونات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا استاذ ابراهيم. بمسي على الباشمهندس عندي بلدياتي من كفر زيات. اهلا استاذ ابراهيم، اتفضل يا عم. انا شاعر غنائي وكاتب حاجه للكابتن محمود الخطيب، ويا ريت حضرتك سيبنا كملها بس. لا ما لا لو الاربع هو عشان كفر زيات هيسيبك. بص انا انا عشان خاطري اربع ابيات والباقي مع ابراهيم يعملها لك في المجله. ليك اربع ابيات ومن كفر زياد بيت زياده جنب بيت المهندس علي. لا هم اربعه زي ما قلنا لغيرك. موافق يا باشمهندس، موافق يا باشمهندس. مليون حمد لله على السلامه يا ابني الاصول يا متربي، يا اللي فنك كان علامه، يا اللي حبك جوه قلبي، مهما قالوا وقالوا عنك برضه هحترمك واحبك، زي نور الشمس اسمك ما على الكارهين ملامه. سيبوا يا اسطوره الكوره، مليون حمد لله على السلامه. حمد لله على سلامتك انت، وتواصل بعد كده مع الاستاذ ابراهيم. حبيبي يا باشمهندس. كلام جميل وحمد لله على السلامه. شكرا. طيب اخر تليفون قبل الفاصل، انس من القاهره. استاذ انس. السلام عليكم يا باشمهندس. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا استاذ ابراهيم. اهلا بيك يا استاذ انس، مستمتعين بيكم دايما ان شاء الله. ربنا يخليك. انا بس انا يعني طلبت اعمل مداخله عشان خاطر الهوجه اللي طالعه اليومين دول بخصوص عشان اتغلبنا ماتش. هو الكوره مكسب بس؟ يعني لو الكوره مكسب بس يبقى ماشي، نعرف ان الكوره مكسب بس. هو الاهلي كده يعني عودنا كده. طبعا ما فيش كده في الدنيا يا جماعه، ارتقوا يعني ما شفتش كده في الدنيا الا من غير ماتش الدنيا كلها تتقلب. يقول لك العاصفه الترابيه جت في من، مش كلام ده ومش كوره ومش اسلوب ده الاهلي. انا بس ليا عتاب عليكم في نقطه بعد اذنكم. اتفضل بس اختصر على طول. عملتوها الايه؟ الاحصائيه اللي حضرتكم عملتوها الحلقه اللي فاتت دي ما تتعملش للاهلي، احنا الاهلي، احنا مش محتاجين نعمل احصائيه على فكره. الاهلي يا استاذ انس دي كانت احصائيه فنيه عن المباراه مش انت تقصد مباراه القمه؟ طب ما مباراه القمه لازم تتحلل، يعني ايه احنا الاهلي؟ هل احنا احنا بنحلل من الناحيه الموضوعيه بقى بعد ما هدينا؟ هل احنا كنا وحشين قوي كده ونستحق الهزيمه ولا لا؟ الارقام بتقول ايه؟ ايه المشكله؟ ايه مشكلتكم يا جماعه ان يبقى في حاجه؟ يعني كاهلي كاهلي لا انا اكبر من كده واكبر من ده. ايه اللي اكبر من كده؟ اكبر اصغر؟ فكره ان انت لعبت مباراه بعد اذنك يا استاذ انس، فكره ان انت لعبت مباراه لازم تعرف انت قصرت ولا ما قصرتش، الرؤيه الحقيقيه انت كنت وحش ولا كنت كويس؟ هو كان كويس يعني انت وانت كنت كويس في ايه؟ كل حاجه فاهمني؟ تمام يا فندم تمام. هل احنا يا استاذ انس يعني جبنا ارقام من عندنا ولا دي ارقام الملعب؟ لا ما اقصدش كده، انا مش محتاجه ابرر. هو فاهم ان انا ببرر ده مش تبرير. فاهمك كده ده مش تبرير. احنا تحليل. الفرق بين التبرير والتحليل ايه؟ انا عايز اطمن انا على فرقتي، واحنا كنا وحشين قوي كده؟ اكتشف ان احنا ما يعني لا الصوره ما خالص. طيب ولو لا قدر الله حصلت، انا بقول لحضرتك اهو من دلوقتي مسجل ده عند حضرتك اللي ان شاء الله يعني أطرقه. انما احنا باذن الله ربنا يكرمنا بكره باذن الله هناخدها ان شاء الله. الكوره مش كده، الكوره مش ماتش، يعني الكوره مش ماتش كده وخلاص، هي في مصر كده، هي ماشيه كوره ماتش. ماشي يا بيه، شكرا جزيلا يا استاذ انس. هي فعلا كده دخلنا في الأبورة. تعمل احصائيه يقول لك لازمتها ايه؟ ما تعملش تقول لك انتوا ما بتقولوش ليه، مش عارف عن ايه فين. دخلنا في الأبورة من غير ما نقصد، بس بعد الفاصل هنرجع لكم. ايوه لا حول ولا قوة الا بالله. يا شوارب ابوس ايدك. طيب
احنا لا انا هتكلم انا هتكلم انا هتكلم خدمين الحكام انا هتكلم وامهد اتفضل. بس انا مش معقوله التلقين المستمر ومفيش فايده، يعني هنعمل ايه؟ طيب انا مش عارف. احنا قلنا لكم ان احنا قعدنا جلسه مطوله مع الكابتن الخطيب على المستوى الاعلامي والمستوى الكوره وكل المستويات الاداره في النادي الاهلي. جزء من الكلام خد وقت كبير موضوع التحكيم، والكابتن الخطيب اوضح تماما انه الاهلي وهو الداعم الدائم ان احنا ندعم عناصر لعبه واهمها التحكيم، بدايه من الكابتن صالح مرورا وقبل الكابتن صالح، وقلنا لكم امثله كثيره جدا. اللي ما طلعش يستلم الميداليات واللي طلع مش عارف عمل ايه، لكن باستمرار كان الدعم للقيمه، وان النادي الاهلي احياء يعني يجب ان يترفع على بعض الامور ويحاسب نفسه بصرامه. لكن تطرق الحديث بقى، وده المهم في الموضوع، ان الكابتن قال ليس معنى دفاعنا عن عناصر لعبه اننا نفرط في حقنا. وساءوا جدا ان يستثمر تصريحاته وتصريحات كابتن صالح قبليها، تصريحات الكابتن حسن، تصريحات المختار التتش، انها دائما عقب كل تصريح ايجابي في اتجاه الدعم لعناصر اللعبة ومنها التحكيم تحدث كبوة، ويستغل الموقف الراقي والسلوك الرياضي بتاع النادي الاهلي بعكسه تماما، ويستثمر الامر كما رأينا في مباراتي فوضى التحكيمية في مباراة الزمالك، ثم التحامل التحكيمي في مباراة الأهلي والأسيوطي، ثم وبدون حياء المجاملة الصارخة في مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في ضربة جزاء بدل ما تحتسب فاول. هنشوف عشان ما نعلقش من دماغنا، واحنا هنا لا نناقش جدارة الزمالك بأنه يفوز أو حقه أو كده، لكن بنناقش التناقض بتاع صفارة الحكم، هذا اللي يعنينا، مش ان النموذج جه في الزمالك والانتاج، لو جه في اي حاجة تانية كنا هنتحدث فيه. فطبعا تعالوا نتذكر كابتن صالح وصل بيه الامر عشان يقول للعيبة ابعدوا عن الانشغال بالحكم اثناء المباراة عشان تعرفوا تكسبوا وعشان ما توتروش نفسكم. وصل انه قال احنا خدامين الحكام. استاذ ابراهيم، هي قضيه الحقوق وقضيه الاحترام. انا بحترم ثوابتي، انا بدافع عن المبدا الرياضي نفسه ان الحكم بشر يخطئ ويصيب ولازم ندعمه، ومش فكره لانه حكم مصري حتى لو حكم اجنبي، هي في النهايه العلاقه علاقه احترام. لكن زي ما المهندس عادل شرح، ده مش معناه إهدار الحق. نفكركم الأول باللقاء بتاع الكابتن صالح مع لاعبي النادي الأهلي وقتها في التسعينات، كان موجود الكابتن ثابت البطل مدير كورة، وكان الكابتن أحمد ماهر عليهم جميعا رحمة الله، وهو بيوصي اللعيبة كيف يكون احترام الحكام. لما يشيلك ما تردش عليه، بس العب ده. هو هيفضل معلين لما واحد بيشتمك وما تردش عليه، يفضل في دماغه طول الماتش يا ترى ما ردش عليا ليه؟ هيعمل فيا ايه؟ انما لما تقول له ابوك وامك وهو يقول لك ابوك وامك، خلاص انت هتفوز. لو مشيتوا على الكلام ده هتدعوهم ثلاث اربع اجوال خمسه كم اللي الحكم هيقول عليه احنا خدامين الحكام، بس لازم نلعب كويس ولازم نكسب. ولو لعبنا كويس وسيطرنا على اعصابنا هتكسبه كويس وهتعمله ماتش كويس. وكل مره عملتوا فيها الكلام ده في الماتشين الثلاثه اللي فاتت كانت النتيجه باينه وكانت كويسه. اول ما بتتخلوا عن الحته دي بنضيق. ده الكابتن صالح عليه رحمه الله. بالمناسبه الحد الجاي ان شاء الله الذكرى السنوية لرحيله، لازم قبلها ان شاء الله هنحاول نفتكره بكثير من سيرته العطرة اللي تستحق فعلا انه حتى بعد 16 سنة من رحيله فعلا لا يزال في قلوب الاهلي صالح معلم وسليم عليه رحمة الله. كابتن صالح بهذه
الشدة في الدفاع عن احترام المبدأ الرياضي واحترام الحكام كان عنده برضو نفس الشدة وربما أعنف وأشد في الدفاع عن حقوق الأهلي في كل موقف. يا باشمهندس وانت خير أو سيد العارفين تتذكر الكثير من حروبه العنيفة جدا دفاعا عن حقوق الأهلي. أنا هشوف الأستاذ حسن بسكاوي فكرنا بواقعة مهمة جدا عشان كده جبناها. سنة 88 الماتش كان في نهايات الدور الثاني غزل المحلة، وغزل المحلة كان فريق وقتها تقيل جدا والنادي الأهلي وكرة بالخطأ الغريب جدا كابتن ثابت مسكها وجه نطقها جوه جول عملها كده واحد إبراهيم النادي حكى وكان إبراهيم النادي من نادي من السكندري حكم سكندري حكم في نهاية المباراة وقبل نهايتها بحوالي 3 دقايق كده ضربة جزاء لصالح الكابتن حسام حسن احتسبها الكابتن حسام حسن كابتن إبراهيم النادي ضربة جزاء احتج لعبة المحلة ما فهمناش الاحتجاج ايه لحد ما تدخل الكابتن الديبة وكان مراقبا للمباراة ونزل ونده الحكم وقال له اسأل لاين زمان ورجع فات يمكن 3-4 دقايق كابتن حسام من طول المدة وأسرار الحكم على احتساب ضربة الجزاء قاعد على الكورة مستني ينفذ فوجئنا بإلغاء ضربة الجزاء فطبعا الأهلي احتاج. القصة يذكرها كذا الكابتن حسن مسكاوي في كتابه عن لكن الأهلي. لكن هو ما ذكرش تدخل الديبة يعني خد الخلاصة ان الحكم غير رأيه بعد مدة فالأهلي احتج وقال ان ده حصل ونتيجة تدخل من المراقب المباراة وان ضربة جزاء والأهلي ساعتها تصاعدت الأحداث والأهلي بقى هو اللي بيحتاج ومش عايز يكمل الماتش بعد ما كان المحلة هو اللي بيحتاج ومش عايز يكمل الماتش اتلغت المباراة في الدقائق الأخيرة. الأهلي قدم احتجاج شوف بقى قرار اتحاد الكورة وهو قرار مشابه احنا قلناه قبل كده اعتمدوا النتيجة ولاموا الحكم استنى بقى عملوا حاجات لا ولاموا الحكم وغرموا نادي المحلة ايوه يعني غرموا نادي المحلة اذا المحلة غلطانين بس اعتمدوا له النتيجة يبقى الاهلي غلطان ولاموا الحكم رسمي توجيه اللوم للحكم يبقى الحكم غلط ايوه واعتمدوا النتيجة وهو نفس ما حدث فاكر اللي جبنا وكان برضو خاص بالزمالك والمحلة بنفس الشيء فاكر انت اتكلمنا فيها من حلقتين نفس التناقض ونفس الطريقة وبرضو الأهلي تمسك وكانوا عايزين يقصوا المحلة كان دوري مجموعتين وكان حكينا الموقف ده ويحسبوا ان الزمالك فائز وأصر الأهلي وأصرت المحلة ورجعت الدنيا تصاعدت ورجعوا صوبوا القرار كما حدث أن الأهلي أصر على عدم استكمال وقال مش هتعامل مع الاتحاد وقال ليس هدف الأهلي اعتماد النتيجة لصالح النادي الأهلي أو اعتماد ضربة الجزاء أو إلغاء أو إعادة المباراة أو ولكن هدف الأهلي تصحيح مسار كرة القدم. طب خليني أرجع بيك لمحضر مجلس الإدارة عشان تشوفوا مجلس إدارة النادي الأهلي اللي رئيسه كابتن صالح سليم يطالب إنه إحنا خدمين الحكام لكن لما تمس حق الأهلي لأ وألف لأ. شوفوا بقى القرارات اللي المهندس عادل اتكلم عليها وبالمناسبة في الموسم ده الزمالك خد الدوري بفرق الأهداف عشان تشوفوا بس الأمور. مجلس إدارة النادي الأهلي عقد جلسة طارئة وطلع البيان التالي بيقول إن مجلس إدارة اتحاد الكرة لم يكلف نفسه استعراض شريط مباراة الأهلي والمحلة ليتحقق من كذب تقارير الحكم ومراقب المباراة. كذب في الحق حق التي بنى عليها الاتحاد قراره الخاص باعتماد النتيجة لصالح المحلة
ومع إحساسنا بأن مجلس إدارة الاتحاد قد ناقش الموضوع دون أن يعطيه الأهمية المطلوبة التي تتناسب مع الحدث، وحفاظا على المبادئ التي يتمسك بها النادي الأهلي ولاعبوه وجمهوره، فإننا نأسف للقرار الذي أدان نادي غزل المحلة والحكم ولم ينصف الأهلي. أنت أدنت الاثنين وما أنصفتنيش، ولذلك قرر مجلس إدارة النادي الأهلي آسفا عدم التعاون. بصوا بقى ذروة القرار، مش هتعامل مع الناس دي. عدم التعاون مع مجلس إدارة الاتحاد الحالي بأي صورة من الصور، وإننا لا نستهدف بقرارنا هذا الحصول على حق النادي فقط، لكن الجملة الثانية اللي المهندس عادلي قالها، إنما نأمل أن يؤدي قرارنا وموقفنا إلى ما يصحح مسار الكرة في مصر الذي تدهور بشكل واضح في السنوات الأخيرة. ده قرار مجلس إدارة النادي الأهلي في هذا البيان. مش قابل هذا الوضع المايل، أنا شايف إن الأمور دي بتدار بمزيد من الفوضى. مجلس إدارة الاتحاد وقتها برئاسة الدكتور حسن عبدون، وما كانش راجل أهلاوي طبعا فبالتالي لكن زملكاوي ليه بيقول لي ما كانش أهلاوي؟ يعني أنا بقول لك يعني مش هيتهم إنه لا كان زملكاوي. الأهلي قال لك ستوب، مش هتعاون مع المجلس، مش هتعامل مع الاتحاد، أنا شايف إن دي حقوق شرعية بتهدر. خدت القضية ساعتها وقت من الجدل إلى أن تقرر حل مجلس إدارة اتحاد الكرة، وقت أن تبين للسلطة إنه الأهلي على حق، وإن الاتحاد فعلا مش ماشي وفقا لما تقضي به اللوائح ولا النظام حتى عنده. أنت بتعاقب، يعني بتعاقب الطرفين، ما أنصفتنيش وفي نفس الوقت بتديني المحلة. طب أنت بتديني المحلة معناها إنه أخطأ، طب أنا حقي فين؟ ثانيا اعتبرت ان انا منسحب، طب انا منسحب ما عاقبتنيش ليه؟ بصوا يعني انت اللايحه لايحه، الفريق المنسحب ينزل درجه تانية، طب ما نزلتنيش ليه؟ لانك عارف ان انا مش غلطان، ولما انا مش غلطان حقي فين؟ ليه اعتبرتني منسحب وما وقعتش عليا عقوبه؟ وليه اعتبرت المحله مخطئ واديته المباراه؟ بصوا كلام كله عكس بعضه. كانت النتيجة حل مجلس إدارة اتحاد الكرة وقتها بعد وتعيين مجلس. مفضلت المسألة ليها ديول. لكن كمان الماتش التاني اللي أنا عمال أتذكره اللي اتكلمنا فيه، ماتش الترام والأهلي. بتاع 3-2. أيوه. الماتش وقف وهو مكتوب هنا بيفكرونا بيه برضه فريق الإعداد. كان أيام عبود باشا. ده كان سنة 55 1955 نقراها تاني ولا ما تقراها؟ اقراها. الحسين إمام لما حسب النتيجة، وبعدين راح الكابتن حسن حلمي وكان حامل الراية متدخل، قال له طلعت ضرب لعيبه يجب تطرده من وراك. فلما ما طردوش لأنه ما شافش الواقعة، غير شاف ان بالعكس ان طلعت هو اللي تعرض للاعتداء والضرب، فراح تقرير كابتن محمد حسن حلمي تعارض مع تقرير، ودي اول مره تحصل ان الاتحاد الكوره ما ياخدش بتقرير حكم، ياخد بتقرير مراقب ويطلب اعاده المباراه وايقاف طلعت عبد الحميد. ثم اجتمع مجلس اداره النادي الاهلي برئاسة الأمرلاي عباس حلمي، كان حامل الراية مش المراقب، كان حامل الراية، لا حامل الراية محمد حسن حلمي. اجتمع مجلس إدارة النادي برئاسة الأمرلاي عباس وقرروا حلمي إعادة وقرروا إعادة المباراة. طبعا وقالت الأهرام إنه نتيجة لقرارات النادي الأهلي اجتمعت اللجنة العليا لاتحاد الكرة يوم 6 مايو 55 لمواجهة تطور الأحداث، وأصدرت قرارات جديدة كان من قراراتها اعتماد نتيجة مباراة الأهلي والترام 3-2 لصالح الأهلي، الموافقة على قرار لجنة الدوري بوقف لاعب الترام توني حتى نهاية الموسم، إقامة مباراة الأهلي والأولمبي في طنطا بدلا من ملعب الأهلي، الموافقة على اقتراح عبد الرحمن أمين رئيس اللجنة الأولمبية باعتبار خطاب استقالة النادي الأهلي من الاتحاد قائما لحين ورود خطاب اخر من النادي، وشفتوا تطورات الازمه فيما بعد. والاهلي رفض برضه. قال لك توديني طنطا ليه؟ انت بتعاقبني ليه؟ وانت شفت ان انا صاحب حق
بالزبط. وكل حاجة. إذن مسألة احنا عايزين نقول ايه في الاخر؟ محدش يتخذ من مواقف الاهلي واحترامه للقيم الرياضية ودعمه لعناصر اللعبة ومنها الحكام ذريعة انك تضربني بسلاح القيم الرياضية اللي انا برعاها، وهذا هو الغير مقبول. اذا كان تم المغالاة والأفورة في منشطة مجلة الأهلي، وإذا كان الكابتن محمود الخطيب قال إنه استاء من هذا العنوان، ماشي. ولكن اللي مش ماشي بقى أن يستثمر هذا ضد الأهلي في الاستهانة بحقوقه على مدى ماتشين ورا بعض بالمنظر اللي حصل لحد ما شفنا مهزلة مباراته التحكيمية أمام الأسيوطي، اللي كل الناس بما فيها الحكم والحكم الخامس والمراقب وحامل الراية والفرقتين شافوا ضربة الجزاء، ولكن لم تحتسب ضربة الجزاء الواضحة جدا بإصرار شديد، وخرج الأهلي من البطولة ليأتي هنيجي. احنا هنيجي بالفيديوهات الكاملة. انت عندك فيديوهات الكلام ده لمباراة الأمس والطبيخ اللي حاصل في الكاس ده هنتعرض له. لكن في التاريخ موسم 75-76 ده الفريق عبد المحسن كامل مرتجي رئيس النادي والكابتن صالح سليم عضو مجلس إدارة عليهم. هدي المحل اللي احنا اتكلمنا فيها بقى. كان الأهلي متصدر مجموعته في الدوري بلا هزيمة. الأهلي أول مجموعته بلا هزيمة. المحلة على رأس المجموعة الثانية وبنفسه الزمالك. كان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الحالي ضمن الفريق. الأهلي أول مجموعته بدون منافسة. المجموعة الثانية الزمالك والمحلة بيتنافسوا على المركز الأول. لما تقابل الزمالك والمحلة علشان يتحدد مين فيهم هياخد أول المجموعة ويلعب الأهلي، فبيلعب الزمالك والمحلة، حد من مشجعي المنطقي يقول إن هو الزمالك لأن المحلة كسبان المباراة، رمى طوبة في الدقيقة 26 عور دماغ عمر عبد الله جناح المحلة. المحلة متقدم 2-1، الحكم قرر إنهاء المباراة. اجتمع اتحاد الكرة وخد قرار من أغرب القرارات. المباراة الإصابة في الدقيقة 26. قرر اتحاد الكرة. واللي تعور مين؟ واللي تعور جناح المحلة. والمحلة هو الكسبان. يعني اديني مبرر زي وقعة رضا البلتاجي في مباراة الزمالك والمقاولين. يتعور رضا البلتاجي ويتفتح دماغه، وكان وجيه احمد بالمناسبه سكرتير اللجنه دلوقتي هو حامل الرايه في هذه المباراه، عشان تتعادل المباراه اللي كان المقاولين كسبانها. مفيش مبرر ان فريق كسبان يعور الحكم بين الشوطين. ده لا اسمع، اقول لك حاجه طريفه جدا. في ماتش الاهلي والاسماعيلي في الكاس الاسماعيلي تعادل وكسبناه في الاخر، وتعادل بكره فاول. يعني فوش عصام الحضري رفع الجزمه فوش وخد من الحذاء وحطها جون، والناس كلها قالت ووقف الملعب لحظات وبعد كده الاهلي كسب. فاحنا بنحتفل بالكاس، فجبنا الكابتن حسام نقول له كابتن حسام مش معقوله يعني الطوبه في الدوري وفي الكاس يعني. قال لي الحمد لله هي خطا تحكيمي، ولكن الحمد لله ما اثرش على النتيجه والاهلي كسب. وبعدين يا كابتن عادل مين قال لي انك الطوبه ده كان موبايل؟ ايوه. قلت له الله، يعني الموبايل مش عارفين صاحبه. الجميل بقى ان صاحبه الموبايلات الكبيره كان عضو مجلس اداره في نادي الزمالك. صاحب الموبايل. يعني كانوا عارفين مين اللي ضرب وعور ولغوا المباراة اللي كان المقاولين كسبانها عشان تتعاد، عشان الزمالك يكسبها، عشان ياخد الدوري، عشان الحكم اتعور. وبعدين كل ما اتكلم الكابتن رضا اقول لك وانا مالي، انا كنت مستاء جدا، لكن هعمل ايه؟ اجبر على هذا. فاتحاد الكرة وقتها في مباراة عمر عبد الله قرر استكمال المباراة وما تبقى منها الجمعة اللي بعديها بدون جمهور على ان تذاع تلفزيونيا. هي دي بس اللي نادي المحلة رد انه لجأ للمحكمة لإيقاف تنفيذ قرار الاتحاد. تدخل الدكتور عبد الحميد حسن، كان وقتها رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بدرجة وزير، وأوقف قرار الاتحاد، شايف الناس دي بتهرج. شكل لجنة لبحث الأمر، فأوصت اللجنة بإلغاء قرار اتحاد الكورة. الاتحاد بقى
رد فتوانا اكتر، لجنة الوزير بتشوف الاتحاد غلط وبتلغي قراره، طب انا لغيت الدوري من اصله وقرر الغاء الدوري. الاهلي هنا مش طرف لكنه طرف، الزمالك بيلعب على المحل في مجموعته بس اللي كسبان منهم هيلعب الاهلي، فهنا اتنست مصالح الاهلي. انت لغيت دوري انا اوله في اول مجموعه، وانا بلعب كل الموسم ده عشان سيادتك تغلط وترفض قرار الوزير فتلغي الدوري كله. النادي الاهلي ما قبلش هذا التهريج، اصبح لا طرف. لا بس لا، في كلمه مهمه لازم تقولها في القرار. ان اتحاد الكره اعتبر الاهلي بطل الدوري استنادا الى نتائج الموسم الماضي. ما هي دي اللي جايه بعد وده كده، وده اللي رفض الاهلي. دي اللي جايه بعد كده. الاهلي خد قرار وشاف انه ده بيأثر عليه ماديا، فاعلن ادانه قرار اتحاد الكره بايقاف الدوري والاحتفاظ لنفسه بالحقوق المترتبه عليه، التنديد باسلوب الاتحاد اللي حاول يحل مشكله صغيره بمشكله اكبر على حساب الاهلي. واللي جايه التوقف عن الاشتراك في اي مسابقه ينظمها اتحاد الكره من تاريخ صدوره. شوفوا بقى قوه القرار. انت فاهم ان انا مش طرف؟ لا. انت فاهم ان انت هترضيني لما هتقول ان انا هعتبرك حامل لقب؟ ده مش هيقنعني. انا برفض اخد بطوله من غير لعب، فانا عندي حقوق ترتبت على ده. وما تقوليش الاهلي مش طرف. الاهلي اللي خلى اتحاد الكوره يعيد مباراه المقاولين بتاعه رضا البلتاجي، ان ساعتها وانا فاكر تناقشت مع كابتن طارق السليم كتير فيها في تصريح له الله يرحمه، ان الاهلي مش طرف. الاهلي خروجه من الازمه خلى اتحاد الكوره يستسهل ينفرد بالمقاولين زي ما كان عايز ينفرد بالمحله، لكن وجود الاهلي في دفاعه عن حقه في وقت المحله خلاه لازم يضطر يتدخل من جديد. المحله في الحاله دي ما سكتش، قرر عدم الاشتراك في بطوله كاس مصر احتجاجا على الغاء الاتحاد بطوله الدوري، ورد اتحاد الكره بقرارات اخرى على قرارات الاهلي، وكانت رفض بيان مجلس اداره الاهلي ويكون ترتيب الانديه كما هو حين اصدر الاتحاد قرارا بانهاء البطوله، واحتفظ الاهلي بصداره المجموعه الثانيه مع احتفاظه ايضا ببطوله الدوري لكونه البطل السابق. وكتب الاستاذ نجيب المستكاوي وقتها مقاله قريناها لكم قبل كده عن حديث المصطبه، وذكر انه دي مصطبه، وقال انه رفض الاهلي قرار اتحاد الكره رغم انه ينص على الاحتفاظ ببطوله الدوري، فهو يريد الفوز بالبطوله لاعبا وليس منحه من الاتحاد، فقرر تصعيد المساله الى رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه مدافعا عن حقه في استكمال البطوله. وكتب محرر الاهرام وقتها في نهايه تقريره: الكره الان في ملعب الدكتور عبد الحميد حسن، وهيجيب جون هيجيب جون هيجيب جون بطريقه الاستاذ نجيب المستكاوي. تدخل رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه وقتها الدكتور عبد الحميد حسن وألغى قرارات اتحاد الكرة بإنهاء مسابقة الدوري. اجتمعت لجنة المسابقات من جديد، حددت لقاء نهائي الدوري بين الأهلي والمحلة باعتبار أن المحلة فاز على الزمالك 2-0 نتيجة لأن الشغب وإصابة عمر عبد الله صادرة من جمهور الزمالك. القانون كده، الناس بتشوف الحق وتحيد عنه. إيه ده؟ ومعرفش ليه في مثل هذه الظروف جمهورك عول بيخصموا المنطق. الله، بيخصموا المنطق بجد. أنت مهزوم وجمهورك اللي باين في المدرج اصاب الحكم. الزمالك مع الهلال مش اصاب اللعيب المنافس، اصاب عمر عبد الله جناح المحله. الحكم ده في المقاولين. وفي واقعه المقاولين اصاب الحكم. ليه بتبقوا شايفين الحق وتختشوا؟ ليه بتبقوا شايفين الحق وتحيد عنه؟ ما لو جمهور المحله هو اللي عور لاعب الزمالك لازم ان المحله يتعاقب. لكن ايه مساله انه الافتراء التاريخي ده؟ ايه الخوف التاريخي ده؟ انك شايف طرف، الطرف ده لو الاهلي او الزمالك او المحله يتعاقب، لكن تستسهل ان انت الضعيف جماهيريا وقتها، انت فاكر ان المحله او مؤخرا فاكر ان هو المقاولين، فتجامل الزمالك وتهدر حقوق دول. طب طلع لك الاهلي قال لك مش ساكت ومش هقبل، حاولت تحايله وتقول له خلاص خد الدوري، قال لك لا مش هاخده، انا اخد الدوري لعب ما اخدوش منحه. وموقف الاهلي المحترم جدا بقوه وقتها رجع حق المحله وخلى الاتحاد بعد اللجنه الوزاريه تدي المحله حقه وتقول المحله كسبان هذه المباراه 2-0 وهو اول المجموعه ويلعب الاهلي. ف
فالاهلي يكسب المحله 4 وياخد بطوله الدوري بلعبه وبعرقه وبمجهود لعيبته. بصوا ده وقتها الاطراف الثلاثه موجوده. فريق مرتجب يقود مجلس الاداره رئيس للنادي، كابتن صالح سليم عضو مجلس الاداره، والجيل الذهبي بتاع الاهلي في السبعينات بينه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الحالي. فهي دي المبادئ اللي بتتواصل وبتتوارث. هحترم التحكيم بقوه بس هحترم حقوقي بقوه موازيه. التخريجه بقى بتاعت ماتش المقاولين اصلا انا فاكر ظروفها جدا. كان الكابتن حرب الدهشور رئيسا للاتحاد. ايوه. والتخريجه بدات عقب انهاء الحكم للمباراه لما حاوروا مذيع وكان برضه من مؤيدي يعني زملكاوي الهوية. فقال له دلوقتي يا كابتن رضا انت اتعورت ولغيت المباراه. المقاولين كسبان 1-0. طب المباراه دي هتحتسب ضد مين؟ قال له انا هكتب في تقريري. قال له بس خلي بالك من نقطه. ان اللي مسؤول عن النظام في المباراه دي الماتش في ملعب المقاولين. الماتش في ملعب المقاولين. يبقى المقاولين مسؤول عن الشغب مش الجمهور بقى. ومن هذا الاخراج تبنى اتحاد الكره فكره اعاده المباراه لان المقاولين كان كسبان 1-0 الشوط الاول. وده اللي هو حرب بقى. يا والنبي ما بالراحه انا بقول لك اللي حصل. هو احنا هناك قلنا حول الله ما مش هنشوف فلان بقى وعلان. انا بقول لك اللي حصل لان الكابتن البلتاجي بعد كده ما بقى بعاتبه بقى كابتن تتعور والدم كان نازل على وشك لحد هنا وعلى الفانيلا. وبعدين يتقال لك بس المقاولين مسؤولين عن النظام وما انتش عارف مين اللي خبطك. قال انا كتبت كل حاجه في تقريري وانا ما خلاص عملت دوري. يعني هو نفسه ما كانش مبسوط. طبعا ما كانش مبسوط. لكن فكره انك تطبق القانون بعداله هي دي الفكره. مش معنى ان انا بقول ما تهاجمش الحكام انك تعمل اللي انت عايزه. ايوه. مش معنى ان الحكم بشر وما بتتعاملش على اساس ان البشر بيخطئ ويصيب ويغرض. ما هي كلها بشر. ويظلم. ويظلم. ويتحاسب. ويتشطب ويتوقف. ليه ما هو في وقائع كتير في دول بره ويرتشى ويتحاكم. انا بقول يا ابراهيم بس عشان ما والنبي بتروح موقفني في كلمه مش عايز ايه يجتزئوها. ويتشطب ويكافئ ويكرم ويحترم امتى؟ لما يكون جريء وقوي ويعلي الحق. هو انا بقول لك اديني حاجه مش من حقي. انا بقول لك اللي فيه اجماع يا اخي ادهوني. لكن انت تبتدي لي الموسم وتنهيه باخطاء تحكيميه فادحه اتعادل 1-1 بضربه جزاء وهميه يحصل اربع مواقف اكثر منها وضوحا ما خدش ولا ضربه في المباراه وتعادلها والحكم بعد كده ما نشوفوش في الدوري الدرجه الاولى الممتاز. وبعد كده حقنا فين؟ راح فين؟ ولا حد قال انه حاسب الحكم. المكابره تمت. طيب امبارح وتنتهي بماتش الكاس بالمنظر ده. امبارح في مباراه الكاس الزمالك والانتاج الحربي الحكم محمود عاشور. تستغربوا اكتر لما تعرفوا انه محمود عاشور بيحكم مباراتين للزمالك على التوالي في بطوله واحده. ال 16 و8 مباراه حرس الحدود الزمالك يحكمها، المباراه التاليه الزمالك والانتاج الحربي يحكمها. امن قله؟ مش عايزين حد امن قله مش يعني؟ عايزين علامات استفهام. هل هي من قله الحكام ولا ايه؟ يعني اديني منطق ان حكم يحكم لفريق واحد مباراتين على التوالي في بطوله الكاس. في بطوله واحده الكاس. طب اللي عندي فيك هيحاكم الجاي؟ لا من في اللي عندي فيا بيحصل اي حاجه. كابتن جمال الغندور، وبرضه احنا ليه بنقول الكابتن محمود عاشور؟ لانه الكابتن محمود عاشور يوم ما حس ان نظره الكابتن حسام البدري ليه فيها ازدراء طرده. وقلنا ساعتها عنده حق. وساعتها لومنا الكابتن حسام البدري وقلنا الحكم حساس. النظره خادشه للحياه، خادشه لجدار الانسانيه وكبريائه.
بجد ساعتها اقول له لا دي نظرة بس عايزين ايه دي بمعايير الاهلي بقى نمشي بالمعايير دي بقى الطرد من اول نظرة ما تبصليش بالعين ديت. امبارح نفس الحكم اللي ما استحملش نظرة حسام البدري استحمل حاجات تانية من حارس الزمالك. ما هي دي ازدواجية المعايير ودي يا جماعة اللي بتزعل الجمهور وبتعمل الاحتقان. أرجوكوا احكموا بميزان واحد بمسطرة واحدة على الأهلي قبل الزمالك بس وحدوا المعايير. كابتن جمال الغندور امبارح لام محمود عاشور انه بيقسم هيطرد الحارس لو عمل كده تاني. نشوف جمال الغندور الأول. اشتباك بين الاثنين وتدخل طارق سامي وفض الاشتباك الأول ثم يفض الاشتباك الثاني مع نفس لاعب الإنتاج ولاعب آخر من نادي الزمالك وثم يذهب محمود عاشور إلى الحارس ويتعلم الدرس مما حدث في مباراة الأهلي والزمالك يوم الخميس الماضي. هنشوف هنا من الممكن هنا أن يكون في مخالفة على جنش لأنه استخدم إيده، هل الكرة كانت داخل الملعب ولا خارج الملعب، لكن الأهم من ده سيطرة محمود عاشور على الموقف ثم تهديده وأقسم بالله لا أطردك. أنا ما بحبش القسم وما بحبش الحلفان يستخدمه الحكم مع اللاعبين. أنت المفروض يا حكم تكون أهدى واحد في الموضوع قبل ما نسيب الحالة دي يا جماعة لأن الموضوع ده مهم وانتشرت هذه الظاهرة في نهاية الدوري. لابد من أن يكون هناك حكمة في التعامل مع اللاعبين والحكمة تقتضي الحسم في أوقات كثيرة. الكرة دي إيه؟ الكرة في الملعب ولا برا الملعب؟ في الملعب. طيب جنش ماسك الواد اللاعب آسف تاني ماسك اللاعب بتاع الإنتاج في الـ18 إيه دي؟ حسابها إيه؟ أقسم بالله لا طردك. طيب انت بتقول لي البصه ده هو اتشد من ظهره من شيكابالا بعديها بماتش الماتش اللي بعديه لا شيكابالا قعد يسقف له وسقف له اتشد الاول فلما بص له سقف له لما طب تفتكر وقعت شيكابالا انا نفتكر شيكابالا وبعدين نشوف بقى النظره الجارحه قوي بتاعت حسام البدري نفتكر وقعت تزعلوا مننا لما نفكركم يعني بدون تعليق تيجي نعمل الفقرة دي بدون تعليق هنعملها بدون تعليق شيكابالا الجمال مساعد تكلم هنا مع محمود عاشور ادى الكرة برة 18 فيها ايه الراجل هيعمل اسقاط رحوا له بقى كمان جهاز الفني لنادي الزمالك اطراد كده على سمير جمال المساعد ادي اعتاد مرة تانية الكورة خدها لنفسه كويس قوي ضرب اتنين لعيبة باسم وعدى هنا لو اتلمس كان هيبقى فيها ضرب جزاء لكن اتأخر فيها شوية اتعملت عرضية جت في وش اسلام صلاح يعني جت في وشه لما هنا اتعادت مرة تانية هتبان مرة تانية شايفين العادة كرة جت في وشه هنا كان عنده فرصة يسدد بس متأخر فيها شوية كمان يعني الراجل كان ممكن يسدد وحط وش رجله في الجول بعد ما عدى ادي محمود عاشور وشيكابالا بياخد انذار اطرادات موجودة لازم هنا الجهاز الفني بيتدخل في التوقيت ده اعتراضات موجودة داخل الملعب شيكابالا بياخد انذار بدون أي داعي طيب بدون تعليق نشوف بقى نظرة حسام البدري داخلية وبتروجيت بيتكلم حسام البدري لكن تاني مرة في الشوط الأول مع الكابتن محمود عاشور وادي نظرة بابتسامة من حسام البدري ومحمود عاشور طرد لحسام البدري شاف الابتسامة بتاعت حسام البدري اللقطة بلغت عليه محمود عاشور كان بيتكلم مع كابتن حسام البدري الكابتن حسام البدري هيغادر الملعب والمنطقة الفنية هيتابع اللقاء من المدرجات الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول طرد الكابتن حسام البدري طب اسماعيل يوسف كان له وقعة اسماعيل يوسف وهو بيعترض على عاشور الموسم الماضي في إدارة مباراة الزمالك وإنبي ربما يكون الراجل ما بي
بيقبل من اللعيبه ما بيقبلش من المدربين. نشوف عمل ايه مع اسماعيل يوسف وهو بيحتج عليه. هو تفوق وكوره جميله جدا واتلعبت الكوره مره واثنين. ده في ايه؟ ادي الكوره في الاعاده، هدف طبعا، كوره حاططها بكل ثقه واقتدار على يسار محمد ابو جبل. تبقى الهدف الثاني. شايف انا ان في حد نازل هنا بيعترض، ده اسماعيل يوسف. اسماعيل يوسف طبعا هنا الجهاز الفني كله مش عاجبهم ركله الجزاء، مشكله كبيره جدا طبعا. لازم هنا رجال الامن، يعني واحنا جايين كان الامن كتير جدا، يعني ما فيش جماهير والامن كان كتير قوي. اعتراض كبير. ماشي، هو حسب المود. البصة أخطر من كل ما شاهدناه من التسقيفة ومن الجذبة ومن الزعيق ومن محاولة اقتحام الملعب والتوجه إليه. حتى حسام عاشور ومحدش بيدافع لا عن سلوك حسام عاشور ولا على نظرة حسام البدري. البدري، وقلنا خلاص أنت طردت الناس دي فقط. واحد المعايير سيادتك، واحد المعايير هو نفس الكابتن حسام محمود عاشور. حسام عاشور بيسلم بطريقه قلنا ان هي لا تليق، طردوا محمود عاشور، نفكركم بيها. الانتاج الحربي اوميد اوكري وجونيور اجاييه بيتعادل، وطرد في اخر اللقاء، اعتقد الطرد لحسام عاشور. هنشوف عموما احداث ما بعد اللقاء في الاستوديو مع الجنرال الكابتن مدحت شلبي ونجوم تحليل اون سبورت. تحياتي مؤمن حسن. طيب ده بعد اللقاء. ما شوف معايير صارمة فيها شبهة الحق أو فيها حق، ها، للحكم أن يستخدمها. قال لك حسام عاشور مسكني من إيدي. والكابتن حسام بصلي بطريقة ما عجبتنيش. كل ده ماشي، بس أنت بتقبل أضعاف هذه التصرفات من المنافس، وبعدين هتجيب ضربة الجزاء ولا هنفوتها؟ هفكرك بانه محمود عاشور قبل كده كان مغضوب عليه لغايه لما رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور في الاذاعه، نشوف قال عنه ايه. بقول حكم عليه علامه بالنسبه للاهلي والزمالك، من فضلك ما تجيبوش، من فضلك، لانه انا النهارده الحكم ده لو في بقول تاني لو في ضربه جزاء صحيحه للزمالك خلاص صحيحه وحسبها، الناس هتقول لك عشان مرتضى شاكيه، والعكس صحيح، لو في ضربه جزاء مش صحيحه للزمالك واخد بالك وحسبها نفس القصه. فانا بقول من فضلك في ثلاث اربع حكام النادي الاهلي عامل عليهم علامه استفهام، وانا كزمالك علامه استفهام، ما تستفزش الناس وتجيبهم. وانا بقول لك ما هو سياده المستشار في مشكله، الحكام اللي انت والاهلي عاملين عليهم علامه استفهام دول بطلوا، يعني اللي مش هيحكم اهلي وزمالك ده مش خلاص مش هيحكم. يعني احنا عندنا اثنين، ابراهيم نور الدين والبنا، ما بنتكلمش الا فيهم خلاص. عاشور ربنا هداه بعد ما رجع معاه يعني. حجيت معاه انت طبعا. حجيت معاه وقابلته. انا ما عرفتوش على فكره لما قابلته، ما عرفتوش لانه كان حالق زي البطه ولابس جلابيه بيضاء، ما عرفتوش والله خلاص. في مطار جده احنا تابعين على فكره، في مطار كده تمزيق يعني. ف طبعا تعرف كان ثروت سلام هناك وهاني بريده وعرفوني قالوا لي فلان. ربنا يهدينا جميعا يا رب كلنا بإذن الله تعالى. لكن يا جماعة التحكيم العدالة، توحيد المعايير، هذه الازدواجية هي اللي بتخلق المشاكل. مين قال ان احنا مش عايزين نساعد السادة الحكام المصريين؟ مين قال كده؟ ده احنا عشان نساعدهم قلنا حكام اجانب في الماتش، قلنا حكام اجانب وحذرنا من الضغط اللي عليهم، وحذرنا من اللي هيحصل. واللي وصل ان رئيس لجنه المسابقات قال لرئيس لجنه الحكام طب وصل لي الموسم. رئيس لا، يمكن الجمهوريه من يومين لو فريق الاعداد جاهز عنده، الجمهوريه من كام يوم تقرير كبير للزميل شاد الجيلاني انه لجنه المسابقات رئيسها الحاج عامر حسين مقدم مذكره لاتحاد الكوره لمجلس الاداره ضد لجنه الحكام، وبيقول انه الاستعانه بحكم مصري في مباراه الاهلي والزمالك
تسبب في نهاية غير جيدة للموسم، وأنه ضيع عليا شكل الموسم كله، وأنه كان فيه إصرار على حكم مصري. المهم أنك ما تسلمش بهذا الشكل وتحتفل يعني شغل وقال حتى الحاج في صورة مهمة جدا هو ليه ما بقاش فيه حكام أجانب ما دام فيه لعيبة أجانب وفيه مدربين أجانب. اتفضل الصورة للمهندس سعد اللي سأل عليها. اتفضلوا. دي بقى اللي فعلا بدون تعليق، دي فعلا اللي بدون تعليق، ما نقدرش نعلق عليها. ماشي، عندنا شويه حاجات كده احصائيات. عايز تقول على قبل في الخمس دقايق اللي فاضلين يعني كيف ادى الاهلي هذا الموسم؟ لا ده موضوع طويل مش عايزين نجهده الحقيقه، هتاجله لانه تناوله في كده. هذا الموسم يا جماعه من المواسم الجيده جدا للنادي الاهلي، موسم شهد من سمات التفوق وملامح الجدارة في الاحتفاظ بدرع الدوري ما يستحق ان الناس تحلله وتقف عنده، وتقف عنده بكثير من الاحترام والتقدير للجهاز الفني وبكثير من الشكر والامتنان للعيبة النادي الاهلي اللي قدروا فعلا يقدموا كان موجود لحد هذه القوة في جميع الاستوديوهات لحد اسبوع مضى. كان ده الرأي العام، كيف يؤدي الاهلي، كيف يغير منفردا، وكيف هو النادي الذي لا يهزم. طب ممكن اسالك سؤال؟ اللي بيغير الاتجاهات، لانه علم تغيير اتجاهات الراي العام ده علم كبير، هل في مصر تغيير اتجاهات الراي العام الرياضي بهذا طبعا التاثر الشديد السريع يا فندم؟ ده اعلام. طب لا، هل ده بفعل الاعلام؟ امال ايه؟ امال ايه؟ كل ما يحدث توجيه وتمهيد لما تمهد لمباراة هي تحصيل حاصل في الآخر لها قيمة معنوية، أنها تصبح أهم من الدوري العام. ده معناه إيه؟ أنك أنت تمهد للمباراة دي عشان تهيئ لها المناخ. طب هنعملها من غير حكام أجانب. لما تيجي في مباراة المصري حتى اللي أدت إلى المصيبة الكبيرة اللي احنا فيها، أن يسمح بنزول الناس الملعب ولا تلغى المباراة قبل تفاقم الأمور. هي دي مش إرهاصات؟ يقابلها بقى لما تيجي تبقى عندك نية التصدي قبليها في طنطا على ملعب المحلة بأسبوع، أول ما نزل جمهور المحلة، قصدي في المحلة، في المحلة أول ما نزل جمهور المحلة صفين من البتاع الأمن وقف واستؤنفت المباراة واكتملت وسيطرت. هناك هذه هي ما بسميها إرادة فرض النظام، إرادة فرض العدالة، إرادة فرض الـ يعني هيبة التحكيم، مش بالكلام ومش بالعقوبات إنما بالإجراءات. إحنا قلنا إيه؟ الاحترام لا يهدى بالظبط ولكن يكتسب. كل التوفيق بإذن الله تعالى للأهلي بكرة، كل اللي مطلوب من الجمهور اللي هيكون في الملعب مزيد من الوعي، من الحرص على الأهلي، من المساندة الواعية، من دعم الفريق بكل قوة. بإذن الله تعالى الأهلي ما يكونش لوحده بكرة في برج العرب. المندوب أو موفد قناة الأهلي الزميل محمد سعيد كان أجرى حوار مع الكابتن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن إجراءات المباراة، الدخول، النظام، الترتيبات اللي مطلوب من الجمهور، كل ما يخص الناحية التنظيمية هتشوفوها. وإحنا بنختم حلقتنا النهاردة، دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي مساء الاثنين القادم إن شاء الله. بس أنا إحنا كنا بنستعرض فترة التحكيم قبل ما تختم أستاذ إبراهيم لسبب، معلش لحظة واحدة. إحنا كنا بنقول عشان ندعم قرارات قيادات الأهلي، وفي نفس الوقت نقول وهي بتدعم القيم لا تفرط في الحقوق. هذه نهاية وجبة. ونختم بقى، نسيبكم مع تقرير الكابتن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي من برج العرب عن تنظيم مباراة الأهلي والترجي والفوز للأهلي إن شاء الله. تصبحوا على خير.
تحياتي ليك كابتن عادل القيعي استاذ ابراهيم المنيسي مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، هنا من المعسكر المغلق الخاص بفريق النادي الاهلي استعدادا لمواجهه الترجي التونسي في اولى المباريات بدوري المجموعات. هذه المباراه الهامه جدا اللي بيعتبرها الجهاز الفني خطوه مهمه جدا ومشوار خاص للبطوله الافريقيه اللي بيستعيد النادي الاهلي او بيحاول يستعيد الفوز بها بعد غياب اكثر من 5 سنوات. وللمزيد من التفاصيل ينضم الي في هذه اللحظات العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. سياده العميد برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي مع برنامج ملك وكتابه، وخلاص الساعات الاخيره والعد التنازلي لهذه المباراه، مباراه الاهلي والترجي التونسي، اخر التفاصيل والترتيبات الامنيه وكل الامور التنظيميه اللي بداها النادي الاهلي منذ ايام قليله حتى هذه اللحظه، والمباراه غدا باذن الله في 9 مساء. اولا طبعا ارحب بكابتن عادلك واستاذنا ووالدنا ويعني بنتعلم منه بنستفيد منه خبره، وارحب استاذ ابراهيم المنيسي وبرنامج ملك وكتابه، وبشكر قناه الاهلي دايما اللي هي بتبقى رافقتنا على طول تقريبا. يعني متهيألي النهارده محتاجين ان احنا كلنا نبقى رافقه النادي الاهلي، محتاجين كلنا ان احنا نساند النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله في برج العرب، لان خصوصا النادي الاهلي عنده ماتشين مهمين جدا سواء داخل مصر اللي هو ماتش الترجي وسواء ان شاء الله الماتش الخارجي اسكس الاوغندي، فدي انت تلت الدور النهائي. يمكن زي ما انت كنت قاعد مع كابتن عدلي كان بيقول نفس الكلام، فاحنا محتاجين ان احنا نساند. طبعا يعني انا عايز اقول لكابتن عدلي كان بيحكي لي قصه امبارح، ودايما كابتن عدلي دي الاجيال اللي احنا بنقول الاجيال بتسلم بعض. كابتن عدلي دايما بصفته كان مدير النادي الاهلي في يوم من الايام من ابرز الشخصيات اللي موجوده في النادي اللي احنا بنحب نتعلم منها، واسمه كان بيحكي لي قصه امبارح جميله جدا، وانا عايز اطمنه واقول له ان انا استوعبت الموضوع كويس جدا، واحنا دايما اللي بنحاول نقف ورا الناس ودايما بنحاول نحل المشاكل، وده دور الاداره التنفيذيه اللي هو عارفها كويس كابتن عدلي، وهو ممكن بقى يبقى يحكيها، لان انا يعني كابتن عدلي بالنسبه لي انا من الشخصيات اللي انا بحبها جدا جدا جدا، لانه فعلا يعني من الناس اللي هي بتربي كوادر في النادي الاهلي، ودايما النادي الاهلي عنده دايما بيبقى، انا بقول لاولادي دايما لازم يبقى عندك مثل انت بتحب تتعلم منه. فكابتن عدلي انا بالنسبه لي من الشخصيات الاداريه الناجحه جدا اللي انت لازم يبقى فيه كوادر واحد واثنين وثلاثه يبقوا زي كابتن عدلي القيعي في النادي الاهلي. فعشان كده بس انا بقول يعني بشكره اللي انا طالع معاكم النهارده، وبنقول كلنا بنتكاتف ورا فرقتنا. طبعا احنا من اول لما عرفنا الماتش بتاعنا برج العرب احنا خدنا محاولات طويله، واداره النادي اخذت محاولات طويله، ويمكن اخرها الاتحاد المصري بعت جواب للامن فيه بيقدر الظروف، بس نظرا لضيق الوقت انت عارف كان في مباريات مستمره ورا بعض في القاهره وضغط جامد جدا على الامن في القاهره، فاحنا خلاص النادي الاهلي دايما يعني بيمد ايده لكل مؤسسات الدوله وبنتعاون، ووافقنا ان احنا نلعب في برج العرب ما عندناش مشكله ب 15000 متفرج. احنا شكلنا لانك ده يعني اتصلنا بكابتن خطيب كان لسه مسافر الحمد لله رجع بالسلامه طبعا وقطع اجازته وربنا يكرمه، وبرده ما ينفعش اتكلم عليه لان لو كلمت هتبقى شهادتي مجروحه، بس اللي انا عايز اقوله هو فرق كتير جدا جدا، ويمكن كلكم حاسين مش انا بس اللي حاسس بالكلام دوت من ساعه ما جه ودخل النادي امبارح والنهارده صمم فوجئني الصبح اللي هو بيكلمني انا في الطريق. يعني احنا كنا حتى ترتيباتنا اللي هو يجي فينا يعني جاي امبارح حضر لوحده مع لجنه الكوره، حضر مع الفريق، ويمكن قعد مع كابتن حسام البدري، قعد مع الجهاز الفني بالكامل والاداري، قعد مع اللعيبه، ده النادي الاهلي يعني ده رئيس النادي الاهلي، وربنا يكرمه طبعا. اهم حاجه بس ما يدوس على نفسه لان احنا محتاجين الفتره اللي جايه يبقى موجود معانا. وبعد كده اجتمع بعمل يعني مجموعه اجتماعات متواصله مع الاداره التنفيذيه ومع اداره الاعلام من ضمنهم كابتن عادل القيعي واستاذ جمال جبر واستاذ شريف فؤاد، قعد مع حسام، يعني في شغل وفي حركه، متهيألي ناس كتير حست بالفرق وحست ان الروح فيها النادي الاهلي بترجع تاني بشكل كويس. فاحنا النهارده احنا واقفين مع النادي وجينا النهارده كلنا موجودين، واعضاء مجلس الاداره هيوصلوا بالكامل، يمكن لسه استاذ طارق قنديل واصل وهتلاقيهم بيوصلوا تباعا ورا بعض ان شاء الله باذن الله. الاداره التنفيذيه موجوده، كان في اجتماع امني النهارده حضروا الاجتماع الفني، حضروا العميد محمود حزين والعميد علاء صلاح الدين، الناس دي برضو يعني تعبانه معانا كتير جدا، بطولات افريقيا بطولات الماتشات الكوره يعني تعبانين، في حمل جامد على الناس كلها، بنحاول الجمهور يرجع بشتى الطرق ونراهن على وعي جمهورنا، يعني انا في شغل موجود وكل ده عشان خاطر فرقتنا عشان خاطر النادي الاهلي. احنا كنا عملنا لجنه برئاسه العامل فاروق نائب رئيس النادي الاهلي وعضويه كل من امين الصندوق استاذ خالد الدرندلي والمهندس خالد مرتجي وانا بصفتي مدير تنفيذي، وحطينا الخطوط العريضه وابتدينا من خلالها بنشتغل، وبرضو اخذنا حاجات من لجنه الجماهير اللي رئيسها الاستاذ خالد مرتجي وابتدينا نشتغل على هذه المباراه. يمكن احنا عندنا في ماتش الاهلي ومنانا كانت خطوه كان فيها سلبيات وفيها سلبيات وناس كتير دفعت الثمن فيها، اتمنى لا ما تتكررش تاني، بنحاول نعوضها الماتش ده تاني، ويمكن قلنا برج العرب ماشي وهتبقى تجربه كويسه جدا. في رولز دي على مستوى العالم كله بقت موجوده، مش حاجه غريبه يعني، فعشان محدش يتخض ولا هي احنا بتاخد بيانات عشان خاطر انت لو حصل، لا هي كلها ناس اجراءات الامن بيبقى مطمن، لان انت النهارده راح تشجع فرقتك مش هتخاف من حاجه،
فالنهارده في اي حته في العالم في اي دوري اوروبا كاس عالم اما عشان تاخد تحصل على تذكره بتدخل بياناتك بالكامل وبتاخد التذكره بتاعتك فمش حاجه جديده. فاحنا عايزين بقى احنا في 2018 وده اللي انا عمال اقوله احنا عايزين نخش ونلتزم بالقصه دي كلها. فاحنا طرحنا التذاكر كان الامن المشترك اللي يبقى فيه شركه أمنية عندها خبرة وإحنا اخترنا شركة فالكون لأن دي شركة فالكون أهلي متعاقد معاها فإحنا مكملين معاها وشركة أنا شايف اللي هي من الشركات المتخصصة في المجال ده بشكل كويس جدا. هم هيبقوا مسؤولين عن تأمين المباراة بالكامل بناسهم بحاجة بأفرادهم بمعداتهم بكل حاجة وهم ليهم أسلوب راقي في التعامل وفي التفتيش وفي نفس الوقت برضو هم اللي بقوا مسؤولين عن كانوا مسؤولين عن بيع التذاكر أو توصيل التذاكر للجماهير اللي إحنا طرحناها ال 10,000 تذكرة اللي إحنا طرحناها للجماهير عن طريق الأونلاين. اما بالنسبه للتذاكر الاخرى اللي هم كانوا 5,000 تذكره دعوه وتذكره دول اللي هتوزعوا بمعرفه الاداره التنفيذيه على مستوى 3 فروع لاعضاء الجمعيه العموميه وبرده في البنات موجوده. احنا كل ده بنعمله مش عشان حاجه غير احنا عايزين الجمهور يرجع بمنتهى الشفافيه. احنا مش عايزين نخرج عن النص مش عايزين نخلص سياسه بالرياضه احنا عايزين الرياضه وتشجيع للنادي الاهلي. النادي الاهلي محتاج جماهيره فعايزين يعني نتمنى للناس كلها تبقى مع النادي الاهلي في خطوته دي. العدد المسموح اللي هيحضر المباراه الاهلي والترجي في استاد برج العرب واهم المحاذير او الامور اللي لازم الجمهور ياخد باله منها قبل ما يدخل الاستاد او جوه الاستاد. هو على ظهر التذكره احنا كاتبين التحذيرات الامنيه موجوده ما يعني ما ناخدش معانا بلاش الشماريخ بلاش الالات الحاده بلاش يبقى معاك حاجه بتقلل الامن حاجه. هو كل القصه وده برضو هرجع اقول تاني مش الامن المصري اللي يعني اللي عايز لا ده هو ده رولز على الفيفا ودي اتحاد دولي واحنا بنطبق شوط الاتحاد الدولي خلاص. فدي بالنسبه لنا بالنسبه للناس كلها نلتزم حفاظا على وسلامه حياتك. طبعا احنا الجماهير احنا كل تذكره عليها رقم بوابه الدخول اللي هيخش منها نرجو الجماهير تلتزم بيها. الاجراءات التفتيشيه نرجو اللي هم يساعدوا شركه الامن اللي هي في الاجراءات التفتيش مش اكتر من كده. هيخش المدرج بتاعه وانت بتشجع فرقتك مش عايزين يعني بنحافظ على المنشات بتاعتنا في الاول في الاخر دي منشاتنا مش حاجه تانية. يعني انا عايز اقول لك ان ناديك هو اللي بيغرم وناديك هو اللي بيدفع التكاليف دي. احنا عشان خاطر نلعب ماتش زي دوت انا مش عايز اقول التكلفه قد ايه ومتهيألي الناس كلها حساها يعني فاهم ازاي. ما تهيأليش يعني النادي الاهلي نادي كبير والنادي الاهلي الناس عارفه كده بس النادي الاهلي عنده منشآت كتيره وعنده مشروعات كتيره وعنده حاجات عايز يشتغل فيها كتير عنده اعضاء جمعيه عموميه النهارده فوق ال 170,000 انت عايز تخدمهم بشكل كويس. فانت كل قرش انت بتبقى حريص عليه جدا جدا جدا. فانت عشان تلعب مباراه زي دي النهارده لا في تكلفه عاليه جدا للنادي الاهلي وعشان تلعب مباراه عامه حتى لو في القاهره بس طبعا في القاهره بيبقى اقل يعني فما بيبقاش كمان خسائر انت بتدفعها احنا بنخش في خسائر بمبالغ كبيره يعني. فانا اتمنى للجمهور النهارده انت بتيجي بتشجع فرقتك وبتستمتع انك انت بالنسبه لنا يعني والناس كلها عارفه كده كويس جمهور النادي الاهلي بالنسبه لنا نمره واحد ودايما هو ده يمكن نقطه الضعف الوحيده دلوقتي النادي الاهلي هو جمهوره. فربنا يكرم ان شاء الله باذن الله دايما جماهيرنا احنا بنراهن عليها واتمنى لكل المؤسسات وكل الاجهزه تبقى عارفه كده كويس اللي احنا عايزين نمد ايدينا ونرجع جماهيرنا بالشكل اللائق اللي يرضي الناس كلها. سؤال مهم هل التذاكر نفذت؟ يعني يمكن تم طرح التذاكر اونلاين تذاكر يعني تم طرح 10,000 تذكره للجمهور تذاكر نفذت بالنسبه لكل الجماهير في الدرجات الخاصه بالاستاد؟ يعني انا عايز اقول لك بنسبه 70% و80% لان الماتش النهارده انت بتتكلم يوم جمعه الساعه 9 بالليل في امتحانات برج العرب بقت العمليه بقت يعني برضو بقت مرهقه بالنسبه للناس فازاي. فاتمنى يعني وانا دايما انا بقول للامن بقول لاتحاد الكوره انا كان يعني صديقنا كابتن احمد مجاهد من الناس اللي انا شايفها متحمسه جدا للموضوع دوت متحمسه جدا لموضوع عوده الجماهير بس بالشكل اللي هو يكون مناسب. يعني احنا بنقول للناس كل ما هنبعد الماتشات بقى ارهاق على الجمهور زي ما ارهاق على الانديه فاهم ازاي. احنا بنتكلم النهارده يعني يبقى في مسؤوليات والناس تبقى متحمله مسؤولياتها اكيد طالما بقت في منظومه الناس كلها بتحمل مسؤولياتها اكيد هيبقى فيها حل افضل يعني ان شاء الله. اخر سؤال اطمنيت على بعض النتائج الاجتماعي الامني والاجتماعي الفني لكل امور الترتيبات تسير بشكل جيد الاخوه في الترجي التونسي بالتاكيد اشقاء موجودين مع الاهلي هنا في برج العرب كل امور تسير بشكل جيد الاستقبال الترتيبات الحمد لله كل حاجه جيده حتى كمان الاهلي سمح ان ما فيش مشكله حتى الجمهور المصاحب للترجي او من التوانسه يدخل بجواز السفر. الحمد لله احنا مطمنين طبعا. بص انا يعني مش هقول انا هقول لك انا دايما كلامي هيبقى شهاده مجروحه يعني انا معايا فريق عمل فعلا الحمد لله رب العالمين ربنا اكرمني بيه يمكن هم فريق محترف شويه سواء العميد محمود حزين سواء العميد على اللي هو الفشاوي ما جاش النهارده يمكن هو في الشيخ زايد اللي هو حسن يعني كلها فريق اللي عمل اداره تنفيذيه فريق محترف جدا الناس مكلفين بيها بصراحه قايمين بدور كويس قوي من ساعه الاجتماع الامني في اسكندريه من ساعه لما وصلوا هنا النهارده وحضروا الاجتماع الفني المؤتمر الصحفي ومتهيألي انتم متابعينهم يعني انتم متابعين وبهدوء والناس بتشتغل كويس جدا وفي مجهود بيتعمل الحمد لله. الفريق وصل امبارح ويمكن هو برضه انتم تابعتوا القصه دي شكروا الاداره التنفيذيه وكتر خير كابتن سيد عدلي طبعا عمل اتصالات واحنا عملنا اتصالات مع المطار ووفروا لهم اللي هم كانوا
عايزينه واستقبال جيد جدا. هم بالنسبه لهم قالوا دي مش حاجه غريبه عن النادي الاهلي، واحنا يعني انت عارف بين الاهلي المصري والترجي التونسي مش قصه مباراه فقط لا غير، لا بالعكس ده يعني ده في قصه حب وقصه صداقه وقصه اكتر من المباراه، يعني مش موضوع مباراه. فالاجراءات دي كلها هي بالنسبه لهم يعني طبيعيه، فما بيشكر ما ينفعش. واحنا لما بنروح هناك انا مش عايز اقول لك هم بيعملوا اكتر من كده، الحاجه الوحيده اللي يمكن طلبوها واحنا بنلتمس والتمسنا من الامن هذا الموضوع اللي الدخول يبقى بالباسبور، لان هو فعلا عنده حق، وده بيواجهنا برضو احنا كمان لما بنسافر بره عشان اخد تذاكر. احنا كنا نتمنى لهم 1000 تذكره وغير المقصوره الرئيسيه، فهو طبعا لو اخذهم هيوزعهم على مين او مين، وهو ما تهقليش اللي هو برضو عنده العدد، فهو التماس اللي لو سمحت اللي يجوا من الجاليه التونسيه يخش في الباسبور وهيخضع لاجراءات التفتيش برضو الامنيه وكل حاجه زي ما احنا بنروح هناك وهيتعامل معنا بالمثل. فالناس كلها مرحبه بيهم في بلدهم يعني ان شاء الله. ويمكن زي ما انت قاعد جنبنا هنا معالي سفير تونس وحرمه واسرته، يعني ان شاء الله يبقى لقاء كويس. الدور والباقي اللي احنا مرانا بيه جماهيرنا تبقى في ظهر النادي الاهلي بالشكل اللي احنا عايزينه. سياده العميد محمد مرجاني المدير التنفيذي للنادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا، موفقين يا رب باذن الله في مباراه الترجي وبدايه افريقيه جديده للقلعه الحمراء في هذه البطوله. ربنا يخليكم متشكر، وبرضه هقول لكابتن عادل قيام مساء الخير، واقول له محمد مرجان بيسمع كلامك انه بيعزك جدا. كابتن عادل ايقونه. ربنا يوفقكم جميعا، شكرا الله يخليك. شكرا جزيلا. اذا لقاء هام جدا مع العميد محمد مرجاني المدير التنفيذي للنادي الاهلي. قدر الامكان كابتن عادل استاذ ابراهيم حاولنا نوصل لكم الصوره او الترتيبات او الامور الخاصه بتنظيم هذه المباراه ما بين الجمهور ووصول فريق الترجي ودخول جماهير الترجي والاجراءات التنظيميه الخاصه بالملعب ووجود الحكام. كل هذه الامور التفصيليه كانت من خلال عميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي.